بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي، وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. ومباراه مهمه جدا جدا جدا، وحطه مهمه وصعبه امام فيوتشر في الاسبوع السابع من الدوري الممتاز المصري لكره القدم. قبل ما اتكلم عن ماتش النهارده والامور الفنيه، عايز اتكلم على بعض الامور اللي متواجده على الساحه. في حاجات اهم من الماتش. تقول لي اهم من ماتش الاهلي؟ اه، في حاجات مش عايز اقول انها انسانيه، بس انسانيه مع مين؟ مع مين؟ المهم خلينا بقى في البدايه. كلنا عرفنا من فتره بسيطه او من ساعات خبر مهم باسناد تنظيم كاس العالم للانديه للشقيقه المغرب. ده هيكون في الفتره من 1 لـ11 فبراير القادم ان شاء الله 2023. ده قرار جيد، قرار جيد. ليه هتقول لي قرار جيد؟ لانه طبقا للوائح، طبقا للوائح الموجوده بيفتح الباب لمشاركه النادي الاهلي في البطوله. نقف تاني ونقول طبقا للوائح بتاعه البطوله بيفتح الباب لمشاركة النادي الأهلي في البطولة كممثل عن قارة إفريقيا. ليه بقى؟ لأن لائحة كأس العالم للأندية بتمنع مشاركة ناديين من دولة واحدة. ناديين من دولة واحدة. فهو اللي هيشارك الوداد المغربي بصفته منظم البطولة أو مستضيف البطولة. وفي نفس الوقت لان هو بطل الدوري المغربي، وفي نفس الوقت هو بطل افريقيا. طب مين اللي هيشارك بديل ليه؟ او مين اللي هيشارك معاه عن قاره افريقيا؟ تاني افضل فريق في البطوله اللي هو النادي الاهلي. بس ده من اختيار الاتحاد القاري اللي هو الاتحاد الافريقي لكره القدم. تاني الاتحاد الافريقي لكره القدم. فيبقى معناها لو البنود واللوائح تاني، لو البنود واللوائح ما اتغيرتش بفعل فاعل، يبقى النادي الاهلي في كاس العالم للانديه في فبراير ان شاء الله. كاس العالم للانديه ان شاء الله من 1 فبراير ل 11 فبراير. على الكلام اللي موجود ده دلوقتي النادي الاهلي يشارك ممثل عن قاره افريقيا. خلص الموضوع ده ان شاء الله، الموضوع يمشي بإذن الله رب العالمين. كأس العالم للأندية صعب يتلعب من غير الأهلي. كأس العالم للأندية عايز الأهلي. كأس العالم ما يبقاش فيه حلاوة ومتعة غير بمشاركة الأهلي. مش بقول كده عشان أنا خاطر عشان أنا أهلاوي، لا. هو فعلا كده. كأس العالم حابب الأهلي. كأس العالم للأندية طبعا. هروح بقى لموضوع تاني. ده إنساني. إنساني بس للأسف جريمة. جريمة ولازم يتحاسب المسؤول عنها. الأسبوع اللي فات أولاً في البداية بنعزي أهل مطروح ونادي مطروح في وفاة اللاعب سامي سعيد لاعب نادي مطروح. ربنا يلهم أسرته الصبر والسلوان. في الأول مش عايز أتكلم عن الموت لأن كل واحد ليه عمره، وكل واحد مكتوب له عمره وهيموت امتى، هيعيش قد ايه وهيموت امتى، فاحنا مش عايز اتكلم في الحته دي خالص، لكن انا هتكلم عن نقطه فيها اهمال من اتحاد الكره. خلي بالكوا الاهمال عندي كده، معلش نتكلم في الاول ان الاهمال في اي منظومه رياضيه محترمه، في اي منظومه رياضيه محترمه لو في اهمال وفي تقصير بيبقى في حساب، ولو ثبت التقصير يبقى في محاكمه. احنا بنتكلم هنا عن حالة وفاة، عن موت بني آدم، عن روح. شوف بقى رئيس نادي مطروح بعد الوفاة قال ايه في الإعلام واحدة واحدة كده. قال لك أيوة، احنا طبعا حالة الوفاة ان اللعيب مات لأنه اتخنق لسانه زي ما بنقول كده، خنقه، ما كانش فيه أي وسائل طبية ولا أي إسعافات. المفروض في كل مباراة في مسابقات اتحاد الكرة بتكون متواجدة عربية إسعاف. بتكون متواجدة عربية إسعاف.
الاهمال جاي من مين بقى؟ نشوف الراجل بيقول ايه، رئيس النادي يقول لك ايوه ما عندناش عربيات اسعاف، واحيانا بناخد عربيات نقل الموتى كبديل للاسعاف، وخاطبنا اتحاد الكوره كتير جدا من 3 سنين. من قد ايه؟ من 3 سنين، واحنا بنخاطب اتحاد الكوره علشان يبعت لنا سياره اسعاف، لان احنا ما عندناش قدره ماليه ان احنا نقدر نجيب سياره اسعاف. القانون هنا بيقول ايه؟ او قوانين اقامه المباريات في دوري العام درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، جميع مسابقات الرياضه المصريه، بيقول لازم تواجد سياره اسعاف في الملعب، لازم تواجد سياره اسعاف في الملعب. الراجل بيقول لك بقى لنا 3 سنين بنخاطب اتحاد الكوره، 3 سنين بيخاطبوا اتحاد. يا عم اتحاد الكوره فضيلك، اتحاد الكوره كفايه سفريات ومصالح. ده كلام مين؟ الاستاذ حمد فرج اللي هو رئيس نادي مطروح، مش كلامي. طب اتحاد الكوره هل رد؟ هل اعترف بالتقصير؟ هل وضح الصوره؟ لا في توضيح ولا في صوره اصلا. اتحاد الكوره فضيلك؟ اتحاد الكوره مش فضيلك، اتحاد الكوره مشغول بحاجات معينه، الصوره، اللقطه، السبوبه، هو ده اللي فاضي فيه اتحاد الكوره. يعني لازم يظهر في الاعلام، في سفريات، في بوكيت ماني، نبعت صوره مش عارف اصل فلان مع رئيس الفيفا، او مش عارف فلان وعلان مع فيتوريا، وفلان مع الوزير الفلاني. هو حضراتكم كاتحاد كوره، كاتحاد كوره ازاي مسؤولين عننا؟ ازاي مسؤولين عن الناس دي؟ فين المسؤوليه؟ فين دوركم؟ ده واحد مات بسببكم انتوا، واحد مات بسببكم انتوا، ده جريمه، دي جريمه تتعاقبوا عليها. سمعتوا حاجه؟ سمعتوا عن حد بيتحاسب؟ سمعتوا عن حد اخطا؟ طب فين الامانه اللي حملتها لكم الجمعيه العموميه والنادي مطروح منها؟ النادي مطروح اللي فقد احد ابنائه المخلصين منها، ولا انتوا سايبين الموضوع كالعاده للمدير التنفيذي وليد العطار اللي هو فعلا بيدير الاتحاد واللي هو بيطلع القرارات على مزاجه؟ وكلنا فاكرين خطاب تنظيم دوري ابطال افريقيا اللي اختفى وما راحش للنادي الاهلي، اختفى في الادراج، ولا احنا نسينا؟ وفي عايز اقول حاجه في بمناسبه الموضوع ده، ثبت ان كان في خطا من اتحاد الكوره. الكلام ده بقاله قد ايه؟ من اول السنه؟ طيب سمعنا عن حد اتحاسب؟ بلاش اتحاسب، سمعنا حتى عن لفت نظر لوليد العطار او المسؤولين اتحاد الكوره؟ استاذ وليد العطار كمدير تنفيذي من المجلس اللي فات، خلي بالكم من المجلس اللي فات مش المجلس ده، مش حضرتك اصلا، كمدير تنفيذي بيجي لك المخاطبات من جميع الانديه، بتيجي عليك. طيب ما جالكش مخاطبات، انت خلي بالك اقدم واحد، يعني انت كنت موجود مع اللي فات، انت مش جديد لسه، مش جالك مخاطبات من انديه مطروح قبل كده بيصرخوا عايزين عربيه اسعاف؟ طيب دورك انت ايه ساعتها؟ هل انت قمت بواجبك؟ بلاش واجبك يا عم، هل انت اشتغلت بضمير؟ ضمير ما هو انت ضمير. انا ممكن في حاجات كتير، مش انا كايمن يعني، ناس كتير يعني احيانا بيبقى في اهمال شويه، لكن فين ضميرك؟ فين ضميرك؟ ولا حضرتك مش فاضي تسافر مع بتوع الاتحاد مع ان ده مش دورك اصلا، انت اصلا موظف في الاتحاد. طيب معالي وزير الرياضه، طبعا حضرتك عرفت بالواقعه، طب في محاسبه للناس اللي اهملت في حق انديه الغلابه دي؟ وعلى فكره دول اهملوا كمان في حق انديه ثانيه غير انديه الغلابه دي، اللي رئيس نادي مطروح قال لك ان احنا في ظروف صعبه جدا جدا جدا، يعني قال لك ايه؟ ده كويس ان احنا بنلعب كوره. طب انتوا عملتوا لهم ايه؟ طب ليه الاهمال؟ ما الدوله بتوفر كل الدعم للرياضه وكل الناس في القياده السياسيه بتدعم بكل قوه،
يجي موظف او مدير زي وليد العطار بيضيع كل ده. عارفين يعني ايه بيضيع كل ده؟ يعني هو بيضيع اللي بتعمله الدولة، بيضيع كل ايجابيات بتتعمل في المجال ده بتعملها الدولة. يعني راجل مقصر في حق وطنه. اعضاء الاتحاد، سيبنا بقى من وليد العطار، اعضاء الاتحاد ما سمعناش حتى واحد طلع قال كلمه عن الحادثه، ما سمعناش واحد اعتذر، ما سمعناش واحد قال احنا فعلا كنا مقصرين. لا، انتوا عايزين تبقوا موجودين مع المنتخب، تبقوا موجودين مع على سفريات علشان الاعلام مركز على المنتخب، انتوا عايزين الشو، عايزين اللقطه. طب فين بلاش حق الانديه الغلابه، فين حق الدوله؟ انتوا الدولة بتدعمكم بكل قوة، لكن اهمال حضراتكم بيضيع حقوقهم. طب وزير الرياضة دكتور اشرف صبحي، يا دكتور انت شكلت لجنة للتحقيق في الموضوع. طيب على ما نعرف نتيجتها ونحاسب المقصر اللي في المقدمة المدير التنفيذي للاتحاد، لان الوضع الطبيعي هو بيجي عنده كل المخاطبات. طيب هل هو عرض مخاطبات أندية مطروح على مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ولا خباها زي ما خبى خطاب الأهلي في البطولة الأفريقية؟ يا معالي الوزير، عايزين مرة واحدة بس نحاسب المقصر ونعرف النتيجة، عايزين نحاسب ونعرف النتيجة وبناء عليه نحاسب، وبناء عليه نحاسب، مش نحاسب كمان نحاكم. الكلام ده حصل قبل كده. سيادة الوزير شكل لجنة، لو حضراتكم فاكرين، لجنة تحقيق في خطاب النادي الأهلي اللي استخبى، اللي وليد العطار خباه. حضرتك يا سيادة الوزير فعلا صحيح مشكور، أعلنت النتيجة وإن في شخص مقصر، لكن هو فين؟ هو فين؟ هو فين نتيجة التحقيق؟ فين الشفافية اللي لجنة الشفافية كانت بتشوفها في اتحاد الكورة في موضوع الجواب بتاع وليد العطار لما خبى الجواب من النادي الأهلي؟ حد سمع حاجة؟ عرفنا إن في لجنة، واللجنة في الآخر خالص وصلت لإيه؟ إن في حد كان مقصر جوه اتحاد الكورة. سمعنا بعد كده إنه اتحاسب؟ بالعكس، ده هو لسه اللي بيدير لحد دلوقتي، هو اللي بيدير، هو اللي بيدير اتحاد الكورة مع شخص تاني. ايوه هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه المره دي يا معالي الوزير. دي مش ضياع بطوله، اللي انا بتكلم عليه ده مش ضياع بطوله. انا لا اعرف الراجل ولا اعرف اسرته ولا اعرف حد خالص، انا بتكلم على قيمه انسانيه، حاله كلنا مسؤولين عنها، كلكم كمسؤولين مسؤولين عنها. اسره مصريه فقدت ابنها، فقدت عائلها، الدولة بتدعم؟ اه بتدعم بكل قوة، بكل قوة. لكن الموظف، الموظف أخل، الموظف ضميره ميت. طب فين الحساب؟ فين الحساب؟ لازم يكون في حساب. لو عايزين نشتغل صح مرة واحدة بس لازم يكون في حساب. مش مدير تنفيذي مسؤول مش فاضل مهامه وشايف بس ان هو من حقه يسافر مع مع انه موظف، من حقه يسافر مع المنتخبات، من حقه ياخد بوكيت ماني، يروح الكويت، يروح الجزائر، يروح قطر، يروح، هو ده من حقه؟ لو من حقه يدينا حقنا احنا الاول. شوف شغلك، اشتغل بضمير. فين المحاسبه؟ انا عايز اعرف فين المحاسبه. الراجل ده عمل مشكله ساعه النادي الاهلي، ساعه البطوله الافريقيه، مقصر، هل اتحاسب؟ محدش حاسبه. طب انا عايز اعرف بس في المنظومه دي المحاسبه دي مسؤوليه مين؟ انا عايز اعرف. احنا لو في منظومه رياضيه محترمه كان الراجل ده زمانه دلوقتي في السجن، لانه اهمل في حق بلده، مش في حق النادي الاهلي، لا اهمل في حق بلده. طب احنا بنتكلم على جريمه المره دي، دي جريمه قتل، دي جريمه قتل.
خصوصا بعد ما ادانه رئيس نادي مطروح اللي قال لك بقى لنا 3 سنين بنطلب من اتحاد الكره يطلع لنا بس عربيه اسعاف. لما نشوف يا سياده الوزير المره دي اللجنه هتعمل ايه. نتمنى ان ما تكونش قرارات وتوصيات وبعض الناس مقصره من غير حساب. لا، حاسبه مره بس، نشتغل بس صح مره واحده، والمره دي روح مش موجوده. واحد مات، احنا كنا سبب في وفاته، احنا المسؤولين في اتحاد الكوره. ربنا يرحمه ويصبر اهله. نروح بقى لموضوع تاني كل مره بتكلم فيه، بس انا عايز اعرف حاجه. يعني في قناه تنتمي لنادي تاني، جوه القناه او جوه بعض البرامج كانك انت فاتح حد بيتكلم بس عن النادي الاهلي، ما تعرفش القناه دي ايه. طب مش تناقش امور ناديك الاول؟ لا، هي القناه دي معموله علشان خدمه شخص واحد بس، مش النادي. والمجموعه اللي بتبقى موجوده اللي هي المطبلاطيه وهزاز الرؤوس بس، بتناقش امور النادي الاهلي اكتر من امور ناديهم. اه والله دي حقيقه، على فكره انا ما بتفرجش عليها، لكن في حاجات بتتبعت لي من اصدقائي، انا معيش وما عنديش اي صفحات كمان على مواقع السوشيال ميديا، لكن بيتبعت لي كلها مقاطع بتتكلم عن النادي الاهلي. يا عم ما تخليك في حالك، ده انت عندك بلاوي لا تعد ولا تحصى، ولو اتكلمنا عنها يعني مش فشل بقى اداري، لا ده هيبقى اكتر من كده بكتير. بص لنفسك، يا ريت تبص كده في المرايه وانت بتتكلم عن الاهلي، هتلاقي نفسك صغير قوي قد كده. مره يقول لك ايه، كان بيتكلم على الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي وانها ما كملتش، قعد يتكلم فيها وحلقه كامله ويشكك، عدت دي ما لقاش صدى. كل مره بقى نادي الاهلي يكسب هو عنده مشاكل جوه النادي، يقول لك ايه ده لعيب النادي الاهلي الفلاني هيمشي، لعيب النادي الاهلي العلاني متعور وعايز يمشي، متعور اصابه نفسيه، يعني هو مش متعور لكن هو ايه يعني زعلان ان هو ما بيلعبش. بتجيب الكلام ده من انت عايز تدخل الاهلي في اي حاجه وخلاص. شوف انت المصايب اللي عندك في فرقتك، ده احنا قعدنا شهر راجل عندكم ما بيجيش التدريب خالص وكله ساكت، كله ما بيتكلمش، ولا حد في الاعلام اتكلم، لحد ما فجاه قال لك اصل هو مزاجه يعني مش رايق ومش قادر يتاقلم والجمهور بيضغط عليه، فقال اتكل على الله ارجع لبلدي. ولا حد اتكلم وقال لك رجع الفلوس. ماشي يا عم رجع الفلوس، والوسط اللي في النص اخبارهم ايه؟ رجعوا الفلوس؟ اللي خدوا الفلوس بالعمره الصعبه رجعوا الفلوس؟ طيب اتكلم انا عن جماهير النادي الاهلي، لما بتفتح قناه الاهلي بتبقى عايزه ايه؟ عايزه تعرف اخبار النادي الاهلي. انت برضو جماهيرك كده، انت جماهيرك منتظره منك ايه الاخبار بتاعت ناديك، عايزه تدعم ناديك. الدعم يكون او مواجهه مشاكلك ان انت تتكلم عن النادي الاهلي، هي كلها ازمات ومشاكل، بس انت بقى بتلاقي البديل، عايز توجه لحته تانيه ان انت تناقش امور الاعظم، امور الكبير، وتناقشها بس انت بقى ايه على مزاجك، عشان تورينا او تودينا، مش تودينا احنا، تودي جماهيرك في حته تانيه خالص ان ناديك في صوره كويسه، وده عكس الواقع تماما. انا مش هتكلم على ناديك ومش هعقد مقارنه لا بين نادي الاهلي ولا بين ناديك ولا بين اي نادي تاني، لان الوضع اصلا ما فيهوش مقارنه، الوضع ما فيهوش مقارنه، لان لو ناقشت كاني بحلم مش واقع، لان النادي الاهلي في حته تانيه خالص خالص خالص، وانتوا عارفين كده. كانوا جايبين قريب نفس القناه صحفي من احدى الدول العربيه راح يقول لك ايه، اتحاد الكوره مع الرابطه
بيغير نظام السوبر، اسمعوا النكته دي والنبي، عشان النادي الاهلي يشارك في البطوله. النادي الاهلي يشارك في البطوله، فهيخلوا بطوله السوبر من السوبر المصري من 4 فرق عشان النادي الاهلي يشارك فيها. هي كانت اصلا ناديين بطوله السوبر زي ما حضراتكم عارفين، بطل الدوري وبطل الكاس. قال لك لا، ده الرابطه واتحاد الكره اتفقوا انه يبقوا 4 فرق عشان النادي الاهلي يخش يلعب. النادي الاهلي يخش يلعب. انا بقى عن نفسي بقول للزميل الصحفي الخليجي ده، احنا مش محتاجين راي سعادتك ولا محتاجين مساعدتك، مش عايزين مساعدتك في الموضوع ده ولا رايك، لان هم هنا خلي بال حضرتك يعني قايمين بالواجب والزياده ضد النادي الاهلي. بس اللي انت قلته ده بيعمل فتنه، اللي انت قلته بيعمل فتنه. وعلى فكره ده مش كلامك، انا عارف ده مش كلامك. والفتنه جمهور النادي الاهلي واعي جدا 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 للجزء ده، خصوصا بتاعت الفتنه. بمناسبه جماهير النادي الاهلي، حضراتكم شفتوا الماتشين الاخرانيين لجماهير النادي الاهلي في المدرجات، واحد في ملعب المحله، وشفنا كميه الحماس والتشجيع المثالي، كميه الحماس والتشجيع المثالي. والمباراه اللي فاتت امام اتحاد سكندري في ملعب السلام، شفتوا اي خسائر من فرط الحماس؟ شفتوا اي حاجه حصلت خارجه من جماهير النادي الاهلي من فرط الحماس؟ والله في حاجات بتضحك، في حاجات فعلا تضحك وتضحك على تضحك وتبكي على المسؤولين بتوعنا اللي مسؤولين عن الرياضه المصريه والكره المصريه. بمناسبه الكره المصريه، واحد قال لي انت بتتكلم، عمال تتكلم وعمال تقول ان اتحاد الكره ما بيعملش حاجه، واتحاد الكره ما عندوش خطط للتطوير. اه اتحاد الكره ما عندوش خطط للتطوير. قول لي انت اتحاد مين من اتحاد الكره طلع قال لك انا والله شايف ان المغرب عملت وادت وعملوا كتير قوي، وان اللي عمله المغرب دوت مش نتاج يوم ولا نتاج الصدفه؟ لا، ده من فتره، نتاج فتره، واحنا هنبتدي نخطط. عمرك سمعت الفتره اللي فاتت عن حد من اتحاد الكره طلع قال كده؟ ولا حد قال كده، ولا حد هيطلع يقول كده. مش فاضيين هم للكلام دوت، هم مش فاضيين الكلام دوت، انما هم فاضيين للي عكيف، للي بيجي عشان انا اقوله، للي بيجي عشان انا انفذه. هكمل بقى للصحفي الخليجي، مين قال لسعادتك اصلا ان الاهلي مش هيشارك في كاس السوبر لو هم حتى فرقتين؟ مين قال لسعادتك؟ انت بتخمن تعلم الغيب؟ ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يتوج ببطوله كاس مصر ويشارك في السوبر. مش عايز اقول بقى غصب عنك او بعيد عن مجاملات، لان الاهلي اصلا مش محتاج مجاملات. النادي الاهلي مش محتاج مجاملات من حد، مش النهارده بس، لا وقبل كده وقبل كده. النادي الاهلي بيشتغل لمصلحه النادي الاهلي، بتكلم عن المسؤولين، مسؤولين النادي الاهلي بيشتغلوا لمصلحه البلد ومصلحه النادي الاهلي. وهقف هنا علشان اقول على حاجه انا كنت عايز اقولها للاستوديو اللي فات، ولكن الظروف ما خلنيش اتكلم فيها. هو مين اللي عمل الطفره بتاعه كره اليد المصريه؟ عارفين حضراتكم مين؟ الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، عمل الطفره دي من اكتر من 22 سنه. لما مسك رئيس اتحاد كره اليد في مصر، دكتور حسن مصطفى فكر خارج الصندوق، ربط بعض مسابقات الناشئين بالفريق الكبير، نتائجهم يعني. شفنا طفره في خلال 3 4 5 سنين، منتخب مصر لكره اليد وصل العالميه من منتخبات الناشئين لحد الفريق الكبير. واحد بيحب بلده، خلي بال حضراتكم، انا دايما احب المثل اللي بيقول ايه، ادي العيش لخبازه. يعني ايه ادي العيش لخبازه؟ يعني ما تجيبليش واحد ما عندوش فكره عن الكوره غير انها مدوره وتمسكه
منصب مهم. ما تجيبش واحد ما عندوش فكرة. مثلا انا بس هتكلم عن الكورة علشان احنا بنتكلم عن كورة وعن منتخب مصر. دكتور حسن مصطفى راجل انخرط في ملاعب كرة اليد على مدار ايه طول العمر، عارف المشاكل كويس قوي، عارف حلولها كويس قوي. انما تجيب لي موظف ولا تجيب لي واحد مش مسؤول ما اعرفش حاجه غير عن ان الكوره مدوره وتخليه مسؤول، ما بتكلمش عن حد، هو ممكن يكون شخص محترم، انا بتكلم في العموم، في العموم. الطفره اللي حصلت لمنتخب مصر لكره اليد كانت من شخص بيحب بلده، شخص وطني مننا، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فخر لمصر، هو اللي نقل من المحلية للعالمية. احنا عايزين كده، احنا عايزين كده، واحد مسؤول شخصيته قوية، واحد ما يتفرضش عليه حاجة، واحد بيحب بلده، واحد عايز يشتغل علشان ينجح وينجح بلده. ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين كراسي بيقعد عليها زي الكراسي، مسؤولين بيقعدوا على الكراسي زي الكراسي، مش عايزين كده، مش عايزين واحد يقعد على كرسي، احنا عايزين واحد يشتغل، واحد يطور، واحد يفكر في البلد، واحد يودينا لحته تانية، واحد يحب بلده. ده اللي احنا عايزينه. خش على موضوع تاني اللي هو بقى الموضوع اللي كل ماتش بيبقى عليه كلام، احسن لاعب في الجولة. ده نظام عاملاه رابطة الاندية، يعني مش اللي عامله النادي الاهلي. طيب عايزين حضراتكم تراجعوا معايا احسن لاعب في الجولة، احنا داخلين على الاسبوع السابع، احسن لاعب في كل جولة منذ بداية الموسم، مش هتلاقي الا لعيبة النادي الاهلي. مش انا اللي بقول كده، مش انا بقول كده، لا، احنا ساعات بنختلف معاهم في اللعيب بس، انما كل اسبوع او كل مباراه تلاقي احسن لاعب في الجوله من النادي الاهلي. ده واقع، مش انا اللي بقوله، مش انا اللي بقوله. انا على ثقه ان كل استفتاء بيتعمل واتعمل وهيتعمل هيكون فيه اسم النادي الاهلي، الا استفتاء واحد، استفتاء موجه زي اللي حصل من اسبوعين لما صحيفه من الصحف منحت منظومه اعلاميه احسن منظومه. المنظومه دي ما فيهاش غير سباب شتايم، الفاظ خارجه يوميا يوميا، خدت احسن منظومه. تخيل احسن منظومه، منظومه بتشتم وتسب وتهاجم، خدت احسن منظومه، لكن هم هنا وجهوا الموضوع لنادي معين. ده كان ناقص كمان من ضمن الجوائز يدوا الشارع اللي قدام النادي احسن شارع، والحمامات اللي موجوده في النادي احسن حمامات. بالمره بقى، بالمره، ما علينا. احسن لاعب، نرجع لاحسن لاعب، احسن لاعب في الاسابيع الماضيه، كل اسبوع هتلاقي لعيب من النادي الاهلي. مره اليو ديانج، مره اكرم توفيق، مره برونو سافيو، مره حمدي فتحي، مره محمد الشناوي، مره كريم فؤاد. انا اديني بتكلم على الست اسابيع اللي فاتوا او الست مباريات اللي فاتوا. فانا متاكد ان اي استفتاء في مصر هيكون لمصلحه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، لكن بدون تلاعب. لان في استفتاءات زي ما قلت لحضراتكم بيتلعب فيها لترضيات بس، او عشان ايه يقول لك ايه خلق نوع من التوازن. هو عم كله اهلي اهلي اهلي، مره واحد قال لي كده، هو انتوا ايه ما بتشبعوش يا اخي؟ واخدين كل حاجه، عايزين تاخدوا كل حاجه. على فكره واحد مسؤول قال لي كده، واحد مسؤول قال كده في احدى الفيديوهات. هو ايه كله اهلي اهلي اهلي؟ اه كله اهلي، لان ده الصح، هو ده الصح. اي حد قريب من النادي الاهلي هيعرف كويس قوي ايه هو النادي الاهلي وايه هو حجم النادي الاهلي.
وطول عمر الانديه، طول عمر الانديه مجتمعه، الانديه كلها عارفه ان هم في حته والنادي الاهلي في حته تانيه خالص، وكلهم بيحاولوا يعني يبقوا ربع النادي الاهلي. مع احترامي لجميع الانديه، معلش مع احترامي لجميع الانديه، كله بيحاول يقلد النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي هيفضل طول عمره في حته تانيه. تعال نروح لزميلنا فاروق صلاح نتعرف منه على اخر الاجواء في فندق الاقامه، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. طيب قبل ما نروح لفاروق صلاح، يمكن فاروق مش جاهز دلوقتي، نتكلم بقى على الماتش النهارده. النادي الاهلي بيلعب الماتش السابع ليه في بطوله الدوري العام الممتاز لكره القدم. عفوا، الست مباريات اللي فاتت الحمد لله النادي الاهلي حصد العلامه الكامله. العلامه الكامله يعني انت بتتكلم عن فريق متصدر الدوري برصيد 18 نقطه. الحمد لله فوز في جميع المباريات. النهارده النادي الاهلي عايز يواصل مسيره الانتصارات، عايز يواصل تصدره للمسابقه. بالنسبه لتصدره للمسابقه، حتى لما ما بتبقاش في افضل حالاتك، المطلوب انك تعرف تكسب. تعرف تكسب ازاي؟ ودي سمه من سمات الفرق الكبيره. فرق كبيره حتى لو مش في افضل حالاتك، لا تعرف تكسب. وده اللي حصل لنا في ماتش او ماتشين من اللي فاتوا. بيبقى في تباين او في اختلاف يعني في الاداء سواء فني او بدني في بعض اوقات المباراه. يعني احيانا مثلا ماتش المحله بدايه كانت ممتازه، كسبنا في الاول جبنا جول، فريق المحله ما كانش ليه وجود، جبنا التاني. احيانا بتبقى انت من جواك، احيانا هو المفروض ما يحصلش، بتحس من جواك انت كلاعب ان ايه، الماتش اتسهل، الماتش اتسهل، وخصوصا لو ما فيش كمان مقاومه من الفريق اللي قدامك في البدايه، فبتحس ان الماتش ايه كانه خلص، فبتبتدي تهدى شويه. المفروض لا، المفروض لا. تعال نروح لزميلنا الاول فاروق صلاح، وبعدين لسه برضو فاروق صلاح. طيب طيب خلاص نكمل، هنكمل. فالمفروض ان انت زي ما تبتدي زي ما تلعب زي ما تنهي. ليه بقى؟ انت النهارده او السنه دي الشعار بتاعك اخدم نفسك بنفسك، وده شعار النادي الاهلي طول عمره، وده شعار النادي الاهلي طول عمره. مش عايزين اللعب اللي من بره ياثر، مش عايزين اللعب اللي من بره ياثر. ولاعيبه النادي الاهلي قادره، قادره انها تخرس كل الالسنه اللي عايزه تشوه وتلعب لصالح ناس تانيه وتيجي على النادي الاهلي. مش عايز افتح، مش عايز اتكلم يعني بزياده، ولكن اكيد كل الناس عارفه. فالفتره دي لعيبه النادي الاهلي كل الامور في ايديكم بتوفيق من ربنا. طبعا اول حاجه توفيق ربنا، انما انت ترد في الملعب على اللي حصل فيك السنتين اللي فاتوا. انا قلتها قبل كده وما زلت بقولها، لما تجيب جول، لما تجيب جولين، لما تجيب ثلاثه في الملعب، كمل زي ما انت، كمل، لان انت الكبير دايما. الكل بيخاف منك، الكل بيهابك، الكل بيحترمك، الكل عارف قيمتك، الكل عارف قيمتك. لو حد بيشتغل عشان يوقعك، انت في الملعب هتقدر ان انت تتفوق عليه. مش برضو مش عايز اتكلم، انما الكرة في ملعبكم، لعيبة النادي الاهلي الكرة في ملعبكم. اللي حصل السنتين اللي فاتوا ما يحصلش تاني السنة دي، لان النادي الاهلي كبير قوي 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 قوي. خلي دايما شخصية النادي الاهلي هي اللي بتتكلم في الملعب. مفيش زعل، مفيش تكشيرة، كلنا بنفرح عشان خاطر النادي الاهلي. ده كلنا بنفرح عشان احنا منتمين للنادي الاهلي. من حقك تفرح كلاعب عشان انت لابس الفانيلا الحمراء بتاعت النادي الاهلي، عشان انت تنتمي لنادي عظيم زي النادي الاهلي، عشان عندك جمهور، جمهور عظيم جدا 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 زي جماهير النادي الاهلي. اتمنى النهارده التوفيق في ماتش فيوتشر. فيوتشر
فرقة ولدت عملاقة، عندهم لعيبة كتير بينافسوا، دخلوا بطولة افريقيا السنة دي، اتحاد الكونفدرالية، هم رابع الدوري دلوقتي، كسبانين 4 ماتشات ومتعادلين ماتشين، ما دخلش فيهم غير جول واحد. فرقة محترمة، فرقة عندهم لعيبة كويسة، مباراة صعبة لازم تبتديها صح زي الماتشين اللي فاتوا بتوع المحلة والاتحاد، وتنهيها صح بإذن الله. المكسب النهاردة يكون للنادي الأهلي ويواصل مسيرة الانصارات وتصدره لقمة الجدول وحصد العلامة الكاملة. خلصت كلامي؟ مش كله، في كلام فني هنتكلم فيه مع نجومنا الكبار اللي هيشرفونا بعد الفاصل إن شاء الله، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، والكابتن أحمد بلال. أرجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. أهلا وسهلا بيك كابتن مشرف. كابتن أيمن أهلا بيك. إزيك كابتن عامل إيه؟ الحمد لله. نورنا. الحمد لله. كابتن أسامة عرابي مشرفنا كابتن. أهلا وسهلا بيك. نورنا كابتن، إزيك عامل إيه؟ أهلا بيك الحمد لله. كله تمام؟ تمام. كابتن علاء ميهوب اهلا بك. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام. طب ما بتزعلش لما بقول اسامه قبلك؟ لا طبعا. كلنا اخوات مع بعض. اسامه انا اهزر عليك. حبيبك. كل مره هعمل كده يعني؟ عادي مفيش مشكله. انت حبيب. واحد يعني. انت حبيبنا. احنا كلنا حبايب. واحد يعني. كابتن احمد بلال. انا ما بزعلش يا كابتن. ازيك؟ انا كل مره الرابع. انت هتفضل كده. ازيك كابتن عامل ايه؟ الحمد لله. شرفنا كابتن. انا اخليك يا رب. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله زي الفل. اخبار التوقعات ايه؟ انا 100%. انت 100؟ انا هاخد بالك، قلت لك المغرب المره اللي قبليها بس قلت لك فرنسا المره دي. طيب كابتن شريف، النتائج منطقيه؟ منطقيه، ولكن كنا نتمناها بعد اداء المغرب الجيد ده امام فرنسا ان يكونوا لاول مره فريق عربي في النهائي. الحقيقه كانت فرصه كبيره جدا الحقيقه، وعدم توفيق كبير جدا لدرجه كره في كورتين ثلاثه كده كان لازم يخشوا جول من على خط الجول، وبيحصل فولو وبيحصل كل حاجه، ولكن حظ عاسر كان بالنسبه للمغرب، ولكن اداء ولا اجمل ولا اروع الحقيقه. استحقوا التحيه والتقدير طبعا. تحس ان الضغوط كانت على المغرب انها تكسب مش على فرنسا. ايوه، فرنسا تناولوا الملعب، تناولوا المباراه بثقه زايده، بثقه اسم فرنسا، وثقه ان هم بيلعبوا منافس يمكن جديد على الساحة، انه منافس عربي يكون في بؤرة الضوء بهذا الشكل يعني. فاحنا بنقول لهم هارد لك بصراحة يعني. وكنا في فوارق كبيرة قوي بين المغرب والارجنتين وبرازيل، ولكن المغرب عمل عملة كبيرة جدا. صحيح. وفتح ابواب كبيرة جدا في المستقبل بإذن الله للكرة العربية والكرة الافريقية يعني. فهارد لك، ونتمنى لهم ان شاء الله. انا برشحهم قدام المركز الثالث باذن الله. يعني المركز الثالث والرابع انت بترشح المغرب؟ برشح ضد كرواتيا. باذن الله. طيب الارجنتين وفرنسا في الفاينال؟ انا تعادل بالنسبه لي. المباراه دي هتبقى قوه جامده جدا، وحاسس ان في ضغوط على الارجنتين جامد جدا، هو لازم ياخد عشان ميسي يعني. تبقى بطوله ميسي يعني، فالضغوط كلها على الارجنتين، مع ان وفرنسا واخدها قبل كده. بس يعني بترجح كف فرنسا؟ برجح انا كنفسي، انا بقول ان المباراه النهائيه دي بالقوتين دول هتنتهي في ال 90 دقيقه تعادل، ولكن اتمناها ارجنتينيه يعني. طب انت تتوقعها ايه؟ ارجنتين. ماشي يا كابتن. كابتن علاء تاخد اسامه؟ لا ده وسام في الاول في السلام بس في اللفه عشان الكاميرا ما تجيش يمين وشمال. لا والله عادي. لا لا بالعكس. والله عادي. لا خلاص كده تمام، احنا ماشيين كده صح. قول. طيب اتفرجت طبعا على المباراتين السيمي فاينل. نتيجه منطقيه؟ لا لا، خصوصا كرواتيا وارجنتين. منطقيه، مش سيبك من المكسب، منطقيه في الاداء. انا جالي ذهول من اداء كرواتيا، اداء سلبي تماما جدا. انا كنت متخيل المباراه تبقى اصعب من كده. ارجنتين ممكن يحصل هم اللي يبقى الاول بالاحراز الاهداف. ارجنتين عملت حاجه حلوه قوي في كره القدم، او غالبا هو كاس العالم كله كده، اتفضل استحوذ وانا هلعب على مساحات الفرق. برافو عليك. بس هو ده فرنسا عملت كده برضه. فرنسا عملت كده مع المغرب، لكن هي ارجنتين عملت كده، ثبت استحواذ تام لكرواتيا، وبتلعب على الـ على الـ على الهجمات المرتده والمساحات الفاضيه. في حظ في الجول، في هدف الثاني كبير جدا ارجنتين. هدف يعني حظ ملوش حل. تضرب وتروح، تضرب وتروح. مكتوبه له يعني، فاهمني؟
لكن على الجانب الاخر كرواتيا ما ضيعتش فرصه ايمن. ما هو ده برضو علامه استفهام كبيره جدا، هم هجوميا مش تقال، بس اسلوب لعب الارجنتين كمان يا كابتن خنقهم. خنقهم ماشي، لكن هو ما عندوش حلول، هو ما عندوش حلول ان هو يوصل. يعني حتى كرواتيا مع البرازيل لو فاكر هدف التعادل شوطه وحشه قوي خبطت في واحد تغيير اتجاه لعب ضربات جزاء بالظبط، فاهمني؟ ليه الناس بتقول يا ريت كانت البرازيل وصلت كان يبقى الاداء احسن. لكن الارجنتين تستحق طبعا توصل للنهائي. على الجانب الاخر بص يا ايمن، المغرب وصلتك ان انت تبقى طالع متضايق انك خسرت مع فرنسا. أيوة. انت متخيل انت واصل لايه؟ كبرت نسبه طموحاتنا بطريقه كبيره جدا. يعني جداً انت متخيل انت واصل لايه؟ الناس في مباراه المغرب وفرنسا بطل كاس العالم اللي فات، صحيح، الناس زعلانه ان المغرب خسرت مع بطل كاس العالم، والناس قاعده متضايقه في الاستاد وناس بتدمع. مظبوط. فده لو ده اللي دل على حجم الانجاز اللي عمله المنتخب المغربي، وصلك لان انت قاعد عايز المغرب تكسب، وعندك امل انها تكسب. وعلى فكره ادائهم في الشوط الثاني كان ممكن يتعادوا، كان ممكن يجيب جول، وكانت ممكن الامور تتغير في ثانيه. صحيح. لكن دي عارف انت ده كاس عالم لوحده ليهم هم. دول خدوا يعني نالوا احترام العالم كله. ممكن في يوم من الايام نوصل اللي عمله المغرب. طبعا ممكن. مين هنا عايز حاجات كتير قوي، بس عايز قاعده يعني، ما ينفعش اقولها في كلمتين، بس عايز قاعده يعني فاهمني. لكن خلاص انت فريق افريقي عربي نال احترام العالم كله، لدرجه انك خارج خسران وطالع متضايق، لعيب تبكي في الملعب على اساس ان هو كان نازل عنده طموح. انا ليه ما وصلش نهائي كاس عالم؟ هو عنده طموح في كده، وامكانياته مؤهله لكده. اداؤه مديله. ما هو انا بقى بالنسبه لادائه والاسلوب اللي لعب بيه، انا شايف ان هو لعب باسلوب خاطئ. لا انا ما اتفقش معاك في دي. انا شايف ان هو لعب باسلوب خاطئ. لو كان لعب بنفس الاسلوب اللي لعب بيه الماتشات اللي قبل كده كان ممكن يكسب. بص يا ايمن، اي مدير فني مكان وليد كان هيلعب بالاسلوب ده. طمع زياده عن اللزوم يا كابتن. مش طمعش، هو خلاص هو عمل اللي ما يعمل. لما تلعب على ثالث او رابع حاجه مش هتحصل، ما حصلتش افريقيا والعرب قبل كده. فده اداله الشعور ان هو طب انا ليه ما العبش بطريقتي؟ بس ده الفاينل اصلا. سيمي فاينل، ده هو الفاينل بالظبط. يعني هو لعب على فكره. وعشان كده هقول لك حاجه ايمن، هقول لك حاجه، الشوط الثاني لو في بعض التوفيق كان ممكن الامور تتغير. كره حمد الله بالذات كتير. لان هو لعب الشوط الثاني، ما هو لعب بقى مفتوح، لعب بطبيعته. انا عاجبني لعب الشوط الثاني بطبيعته. حتى بعد الهدف وكده انا بص، هو مش مصدق نفسه، هو صدق نفسه، هو مش خسران، هو مش هو مش هو صدق نفسه. هو احنا بطبيعتنا كده بنقول ايه، انا مش باجي على حاجه. لان انا بص يعني لو انا مكان وليد انا هلعب كده، وهلعب بطريقه بس في بعض اوقات المباراه والله مش هتلعبها كلها بالمجازفه. والله ابدا، بالعكس ده الشوط الثاني لما لعب بقى لعبه الطبيعي. لا هدد بس كان عندك الاحساس ان ممكن لو ايمن هو جول ايمن ايمن الجول الثاني بتاع فرنسا جه ازاي؟ 95% حظ، طق 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 راحت للراجل. كان لسه نازل، كان لسه نازل اول لمسه ليه فاهمني. فهي كده. لكن انا بالنسبه لي انا شايف ان هو اتعامل صح ولعب صح. قبل كده كان مضغوط، بدا بيعادي دور عن دور. لا انا قلقان، هلعب بطبيعتي، هلعب بطريقتي. أيوة. واداها. اما اوصل العب على ثلاث او رابع يا ايمن لازم العب كوره. انا ما اعرفش وجهه نظري، انا يعني انا وجهه نظري كده مش ميال قوي كده. عشان ده عشان انت عشان مش مدرب فانت دي ما تحسهاش. لا ما هو انا يعني بص اسلوب الكابتن طب اسامه، اسامه انت ميال كده ولا متحفظ؟ متحفظ انا معايا، انا متحفظ. قول. هما طبعا عملوا ماتش رائع، ويمكن كجمال لعب احلى ماتش لعبوه. مظبوط. هم احسن ماتش لعبوه بالذات الشوط الثاني. مظبوط. زي ما انت قلت ليه يا ايمن، انت لو رجعت الماتش اسبانيا وماتش البرتغال، المغرب كانت بتلعب على رد الفعل. بالظبط. تلعب باسلوب مقفول جدا، صح فعلا، ومش مستعجل على الهدف. برافو عليك. فماتش اسبانيا انت لو رجعت الماتش اسبانيا، لو فكرت الفرصة جت للمغرب ممكن ما تفتكرش، يمكن فرصة في 120 دقيقة. مع وبرضو اسبانيا رغم استحواذها ما عملتش خطورة كبيرة، ما وصلوش خالص للجول. ماتش البرتغال برضو لعبوا بنفس الأسلوب، ولكن هم خطفوا جون. صح. فلعبوا بأسلوبهم المتحفظ لحد آخر الماتش. ولذلك في كل الماتشات اللي فاتت كان بونو، ياسين بونو كان بيطلع نجم اللقاء. أي. في ماتش فرنسا هو زود، وانا كنتش مقتنع بدي، بس هي اتغيرت باصابه سايس. أيوة. لعب بخمسة أربعة واحد، شال املاح من نص الملعب وحط سيرد باك ورا، ولعب بخمسة في العمق. اولا
من أسوأ الفترات اللي لعبوها. أول ربع ساعة كان فيه لخبطة غير طبيعية صح. في خط الظهر واتخلق فرص والجون جه بدري كمان بتاع فرنسا فاتصاب سايس فطلع سايس أي. ونزل أملاح تاني في نص الملعب ورجع لطريقته اللي هي 4-3-3. الجون البدري خلاه يغير من طريقه لعبه بالظبط. فهم شكلا هجوميا كانوا افضل يعني افضل كاداء ولكن وهددوا دفاعي. ولكن في المقابل خط الظهر اتفتح جدا وفي فرص اتخلقت كتيره لفرنسا في خط ظهرهم صحيح. وحتى بعد الهدف في كوره لجيرو ضربت في القائم في كوره تانية لجيرو جون فاضي حطها جنب العارضه جنب الاية. ما كانش المساحات دي في الماتشات اللي فاتت متواجده لا في لا في اسبانيا ولا البرتغال ما كانوش عارفين يفلفلوا يعني مظبوط مساحات ضيقه جدا. فرص البرتغال كانت فرص ثابته بس شكلا انا بقول كشكل اداء الشوط الثاني بالذات فرنسا افضل من الماتشات اللي قبل وحتى فرصهم يعني شكل الاداء الهجومي ابتدى يبقى فيه عدد في الهجوم وابتدى فيه ولكن في المقابل كخساره يعني كانه يخسر كانت اسهل صح جدا يعني لان المساحات كتيره اتفتحت جدا صحيح. في خط دارهم وفي خط دي وجهه نظر الشخصيه وجهه نظري كمان ولكن هم عملوا ماتش كبير ونالوا احترام العالم عملوا بطوله البطوله كلها يعني رائعه انجاز يستحقوا وفيهم لاعيبه كتير مميزين مظبوط. وانا كنت معجب تحديدا قوي ببونو وأوناحي اللي هو نمره 8 لاعب عالمي عمل دوره غير عادي طبعا وحكيمي وزياش كلهم هايلين انا مش عايز انسى حد كلهم صحيح. رابط وكلهم كانوا هايلين بس انا بقول تغيير اسلوب اللعب والهدف المبكر استعجلهم ان هم عايزين يتعادلوا وعايزين يكسبوا فخط دارهم اتفتح فكان زي ما كانوا يقدروا يجيبوا اهداف كان برضو بسهوله يجي فيهم اهداف كتيره ولذلك حتى بونو في المباراه دي ما تحسش ان هو كان متالق التالق لان المساحات اتفتحت قدامه كتير قوي صحيح فدي وجهه نظري الشخصيه. طيب التوقعات يا كابتن المغرب وكرواتيا كابتن علاء المغرب انت ما توقعتش الارجنتين وفرنسا فرنسا كابتن اسامه المغرب كرواتيا المغرب وكرواتيا المغرب اقرب للمكسب المغرب بس هو ماتش صعب طبعا الارجنتين وفرنسا أو ده بقى اللي صعب قوي هنا ميسي وهنا اخلص قول اسم والله صعب على هنقعد طول الاستوديو نقول صعب قول واحد هو الـ 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 الافضل وان ممكن يكسب فرنسا بس انا حاسس الارجنتين هتكسب حاسس. لان الارجنتين دفاعهم صلب جدا وبيلعبوا بعنف في صلب الدفاع الفرنسي من انا شايف انه دفاع ضعيف ومهزوز حتى في ماتش انجلترا وماتش المغرب بان طيب كابتن بلال اتفرجت طبعا وتوقعاتك كانت بنسبه 100% الحمد لله التوقعات كانت مبنيه على نواحي فنيه وانت من جواك كنت بتقول ان انت عايز المغرب يكمل لكن انت بنيتها فنيه اكيد فالتوقعات بالنسبه لك منطقيه فنيا وتاريخا برضو كابتن وشخصيه وثقه في يعني انت ما بتيجي تتوقع مثلا مش بس بتقول المغرب كان كويس في البطوله فبالتالي ممكن يروح لابعد مكان لا انت مثلا انت بتحط كم حاجه جنب بعضها عشان تقدر تبني او تقدر تقول التوقع بتاعك يعني انت النهارده المغرب لما بتلعب فرنسا الموضوع مختلف تماما اسلوب لعب فرنسا مش اسلوب التحضير هم ما بيحضروش برضه يعني من الفرق اللي على طول عايز تعمل هجمه مرتده سريعه تمام زي الستايل اللي كانت بتلعب بيه المغرب في المقابل مشكله المغرب في الماتش ده المغرب طول الست ماتشات اللي قبل الخمس ماتشات اللي قبل الماتش ده ما جاش فيهم ولا جول هم اللي بياخدوا المبادره فبالتالي هو فارض اسلوب او شغال بالاسلوب اللي بيلعب بيه ما غيروش مزبوط. انما الماتش ده غير اسلوبه ليه لان هو استقبل اول مره استقبل فبالتالي غير الاسلوب بتاعه استقبل بدري كمان بدري انت النهارده هو خد بالك هو حب يحافظ بعد ما استقبل بشويه ولكن انت قدام برده فرقه بتدافع كويس مش بتدافع كويس بتلعب بتدافع من نص ملعبها بتدافع يعني زوم نص ملعب تمام ما بيضغطوش من قدام فرنسا فبالتالي انت هتقابلك مشكله لو انت ما فتحتش الملعب وابتديت تضغط ليه؟ لان انت بتلعب فرقه برضو عندهم قوه في نص ملعب اقوياء جدا لعيب فرنسا
سرعة جدا 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 تمام، بيقدروا يعملوا التحولات بشكل سريع. فعشان تقدر تسجل هدف الفرق اللي زي دي لازم تضغط من قدام وتستغل المهارات الفردية بتاعت اللعيبة. الكلام ده شفناه بشكل كبير جدا الشوط الثاني، شفنا ان المغرب ابتدت تفتح الملعب، ابتدوا يلعبوا على طرفين الملعب يمين وشمال، ابتدوا يستغلوا المهارات وكانوا يقدروا في اي وقت ان هم يسجلوا هدف في اي وقت. يعني انا بشوف ان الماتش ده في باد لك للمغرب ان هم ما صعدوش للفاينل، رغم ان هم يعني هددوا مرمى فرنسا وقت كبير جدا، وجي للاسف الهدف الثاني بتاع فرنسا في وقت قاتل جدا 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 في الوقت اللي كانت فيه كوره على خط الجون في يعني للمغرب هناك بتضيع، بيطلعها تقريبا جريزمان مش فاكر يعني كان جريزمان ولا مين، بتترد بعديها بدقيقتين ثلاثه الفرنسا بتسجل الهدف الثاني عشان تقتل اللقاء. لكن المغرب يعني عملت اللي محدش قدر يعمله او كمان ويتوقعه كمان. صحيح. احنا بنقول الفرق الافريقيه، على فكره المغرب مش اقوى سكواد جه في تاريخ كاس العالم بالنسبه لافريقيا، لا نيجيريا كان عندها سكواد اعلى من كده، كوت ديفوار كان عندها سكواد اعلى من كده بكتير جدا، الكاميرون في وقت من الاوقات كان عندها سكواد اعلى من كده بكتير جدا. ليه ده انا هقول لك فرقه المغرب نفسها فرقه المغرب نفسها كان عندها عزيز مدربان كان عندهم سكواد اعلى من كده. ولكن ده كاس العالم ده بالذات عايز يقول لك حاجتين، التنظيم الجيد جدا والروح القتاليه العاليه، وده شفناه فرقه الارجنتين. يعني ناس كتير جدا بتتكلم عن الارجنتين، الارجنتين اكتر فرقه منظمه في كاس العالم، اكتر فرقه منظمه، منظمين جدا جدا جدا. وخد بالك ميزه عند المدير الفني انه يعرف يستغل اللعيبه اللي موجوده عنده. طبعا. انا النهارده عندي ميسي مثلا عايز استغله في الحته الهجوميه، ما بيخلوش يدافع، اللي بيدافع الناس اللي حواليه، حتى رقم تسعة هو اللي بينزل يدافع، وميسي هو اللي بيستنى في لما تكون الهجمات عليك. ممكن تلعب بتسعة يعني تسعة في الحالة الدفاعية، لكن تسعة ما في اتنين تانيين مع ميسي الناحية دي، انت برضو ستيل زيادة واحد. فدي بيبقى ميزة للمدير الفني. في اوقات كتير جدا، اوقات كتيرة تلاقي مدير فني يقول لك ايه، لا 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 انا عايز العشرة دفعوا، انا ما يفرش معايا السوبر ستار. لا ده كلام مش صح على فكرة. استغلال الجيد لامكانيات اللعيبة اللي عندك يا كابتن، ده على فكرة من ذكاء المدير الفني، ومن على فكرة ومن قوة شخصيته مش من ضعف شخصيته. في مديرين فنيين يقول لك لا انا لو سبته ما يدافعش يبقى انا كده مدرب ضعيف الشخصية، لا انا عايز الفرقة العشرة كلهم يدافعوا. لا الكلام ده مش موجود على فكره، في امكانيات الكواليتي. كابتن علاء عنده مهاره عاليه جدا 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 ينقلني، فلازم استغله في الحته الهجوميه اعلى من الحته الدفاعيه. ممكن ينزل في بعض الاوقات يدافع، لكن مش طول الوقت. صحيح. لان انا عايز استغله في الحته دي، القيمه بتاعته الكبيره مظبوط الفاليو تمام في الحته الهجوميه، ما اقدرش انا اخليه يفضل يدافع. طب هستغل امكانياته ازاي؟ تمام. المدير الفني بتاع الارجنتين قدر يستغل الحته دي ويوظف اللعيبه بشكل جيد جدا لخدمه ميسي ولخدمه اللعيبه كمان في الملعب. انت بتشوف الاسبيريت اللي موجود عند المغرب تقريبا قريبه جدا جدا من اللي موجود عند الارجنتين، بيلعبوا بروح قتاليه عاليه جدا، عندهم تارجت، عندهم هدف بيشتغلوا عليه، وقدروا يحققوا الهدف اللي هم اشتغلوا عليه. يمكن قبل الثالث وقبل المباراه السيمي فاينال كان بيسالوا اريك راكي، بيسالوه انت هدفك، قال لهم انا عايز العب على الفاينال. مظبوط. هو مش عايز يلعب على الفاينال عشان يقول انا اعظم فرقه في التاريخ، لكن عايز فرصه جت يدي مسج. انت بالك عايز يدي مسج يقول لك اللي يوصلني. صح. هنا ان انا اكسب البرتغال واسبانيا اوصل فاينل. تمام. يخليني اوصل. مزبوط. اوصل فاينل. الطموح يا كابتن بيعلى، الرغبه والاراده بتعلى، بس في نفس الوقت انك اكيد المغرب اشتغلت، اكيد يعني الاتحاد المغربي اشتغل، اكيد طبعًا. الفرقه المغربيه اشتغلت، اكيد الدوله في المغرب اشتغلت. يعني ما ينفعش تطلع كده مره واحده تقول انا توصل او كنت قاب قوسين او ادنى انك توصل للفاينل. تغيير مدرب فرق كتير جدا. اكيد يا كابتن. بص يا كابتن، انت يا كابتن شريف، انا عندي مشكله في الحته دي لازم اعالجها. تمام. هم الناس بتعالج، يعني ناس في كل العالم الناس بتعالج، بس على الاقل عالجوا. طب عرفوا الخطا فين واشتغلوا عليه. يا كابتن ايمن، الناس كلها يعني انا النهارده بشتغل ازاي او ايه الهدف اللي عندي؟ انت مشكلتك ان انت في مصر هنا في الاتحادات بتاعتنا ما عندناش اهداف. تمام. احنا بنخش الموقعه بموقعتها، يعني رايحين كاس افريقيا يلا يا جماعه شد حنا. الحمد لله عدينا دور 16، عدينا سوري الجروب ستيج الحمد لله. طب نخش على 16، هي كمان ربنا كرمنا كمل. يعني بنفضل ماشيين بحته ايه، ربنا يكرمنا ولا لا، هننجح ولا لا، يعني هنعدي دي، يعني ما عندكش ثقه او معتمدين على اربع خمس لعيبه. انت كابتن انت ما عندكش ثقه في امكانيات فرقتك ان انت هتقول انا داخل كاس دي عشان اخد البطوله. ما بتقولش كده، انت داخل وانت قاعد كده كل ماتش بتلاقي يا رب ربنا يستر. الحمد لله ربنا يستر. الحمد لله بتدور على صلاح ايا كان بقى، يلا يا صلاح، يلا يا كوبر، يلا ايا كان المدير الفني اللي موجود بالنسبه للمنتخب المصري. ولكن
لما تيجي تبص برضو على الفريق المغربي يا كابتن، انت 90% من اللعيبه بيلعبوا في دوريات اوروبا وبيلعبوا في انديه محترمه، فبالتالي المنافس اللي قدامه مفيش ورقات كتير، فانا عندي ثقه. هو ايه اللي بيخلي واحد يكسب واحد؟ رقم واحد الثقه، رقم واحد تاخد بالك ان انا باثق في امكانياتي تمام، ومش خايف منك، مش قلقان منك انت كمنافس بالنسبه لي. لو ما قلقتش منك وثقت في امكانياتي ممكن اطلع كل اللي عندي في الملعب. صحيح. لكن اللي بيخلينا احنا نبقى دايما يعني راجعين خطوتين لورا ايه؟ ان احنا دايما يعني احنا بنبص للعيبه دي، الفرقه دي كلها ده بتلعب في برشلونه ومدريد ومش عارف فين وفين وفين وفين، وانت النهارده قاعد بتقول لي ده انا بلعب في الدوري المصري. الاحتكاك مختلف، لكن لو انت وصلت بلعبتك انك توصل للمستوى ده تمام، وان لعبتك يبقى موجودين في اوروبا بشكل مكثف، ما بقولش ان الدوري المصري ما بينتجش، لا بينتج، بس بقول انك لازم توصل للحته دي. صح. يبقى اتليست في منافسه مفتوحه ما بين اللعيبه هنا واللعيب مختار، زي ما انت فاكر اللعيب نفسه في الملعب هيتغير. طب يا ايمن، انا بالاضافه للي بلال بيقوله ده، معلش انا ما اتفرجت على فرق كل كاس العالم، ما فيش فرقه مبهره يعني، يمكن البرازيل لو كملوا وانجلترا برضه كان حرام يخرجوا، لكن انا حتى بتكلم على الارجنتين وفرنسا، انا اقسم بالله في لعيبه بتلعب في المنتخب الفرنسي، مئات اللعيبه العرب والافارقه افضل منهم وفي مصر وفي الارجنتين. يعني انت لو شلت ميسي من الارجنتين وشلت امبابي من فرقه فرنسا، هيبقوا زي فرق كتير، مش بقول ان هم ضعاف طبعا، دول واصلين نهائي كاس عالم. صحيح. بس في لعيبه كتير في المنتخب الفرنسي مش واضحين، مش بالتقل ده، مش بالتقل ده. مزبوط. يعني في لعيبه عرب وافارقه يقدروا يلعبوا. صحيح. لو عندهم يعني الثقه والثقافه. صحيح. يعني صحيح. طيب بالنسبه للتوقعات يا كابتن بلال، المغرب كرواتيا ثالث ورابع؟ انا يعني برجح المغرب، هكتب بالك عشان ما تقوليش كل مره ان انا غلطت. والارجنتين والارجنتين وفرنسا، او الارجنتين ان شاء الله. الارجنتين بص كابتن علاء مش عاجبه. ليه كابتن علاء؟ بالعكس ده قال المغرب والارجنتين. ده قال فرنسا. انا قلت فرنسا بس مش عاجبني. ليه قال فرنسا؟ هو حابب فرنسا. انا عارف يعني، انا بتفائل بعكسيه. هو الماتشين قريبين على ولا حاجه، يعني الارجنتين وفرنسا قريبين والمغرب. بتفائل بعكسيات الكابتن علاء، هو يقول على طول يقول حاجه بالعكس. لا بس لعلمك يعني الكابتن علاء فوق ال 80% توقعاته صح. 80% ده كان واخد امريكا. ايوه هم دول 20% اللي هيصاروا منه. امريكا 20% بس. طيب كابتن سيف، انا بقى هروح معاك. هتروح معاك؟ لا خليك في حالك، خليك في حالك. ارجنتين ان شاء الله. خليك في حالك. ارجنتين ان شاء الله. انا فرنسا. طيب باذن الله كابتن شريف، يعني ان شاء الله حاجه كويسه للنادي الاهلي. سمعنا النهارده عن إمكانية مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية إن شاء الله 2023 بإذن الله. اللي أنا عايز أقوله، أيوه أنا مش عايز أقوله. إلا إذا تدخل بعض. هي سوف تقام في المغرب، وطبعا بصفته الوداد المغربي هو منظم البطولة، يبقى يحق للنادي الأهلي ان يدخل البطوله ممثلا. ما ده لوائح بالظبط، دي اللوائح بتاعت الموسم اللي فات بموافقه الاتحاد الافريقي. الافريقي، ما هو الاتحاد الافريقي هو اللي هيحدد. هو الاتحاد الدولي خلاص قال هتتعمل في المغرب. أوكي. من 1 فبراير ل 11 فبراير. اوكي، ما عندناش الوداد هينظمها، يبقى النادي الاهلي من حقه يشارك كممثل لافريقيا. احنا ما عندناش مشكله خالص مع المغرب ولا مشكله مع الاتحاد الافريقي. مشكله فين؟ في اي حاجه. لا المشكله في ايه؟ معلش، اي حاجه تغير اللوائح والقوانين اللي هي موجوده اكيد. الى حد هيتدخل ويقول بلاش الاهلي ومش ايه اللي هي الانتماءات اللي بتحصل في مصر دي. ادينا حسسنا عليها، بلاش تعمل كده، دي وطن ودي مصر. ادام خلينا نخش ونبقى فرقتين، المغرب والاهلي عن افريقيا. حاجه سهله جدا يعني، الفير بلاي يعني. بمناسبه الفرق اللي داخله، يا ريال مدريد بطل اوروبا بإذن الله، بإذن الله الأهلي ممثل عن قارة أفريقيا، الوداد المغربي بصفته هو المنظم، سياتل ساندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية. إلا إذا كابتن خلوا الرجاء هو اللي ينظم. لا، إلا إذا حاجة تانية هبقولها لك في الفاصل. أنا بقول فلامينجو خلوا الرجاء هو المنظم، والوداد يبقى داخل عن أفريقيا. لا ما ينفعش، أصل هو ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش ما ينفعش حاجات كتير. لا ما ينفعش ناديين من دولة واحدة، دي اللوائح بتقول كده.
يعني ان شاء الله يعني تمشي الامور زي ما احنا عارفين. دخلوا المغرب وما كانش بطل افريقيا وخدوا البطوله. انت عارف كام فلامينجو البرازيلي؟ لا دخلوا فاينل. وصل فاينل. دخلوا فاينل. وصلوا فاينل. وصلوا فاينل. ما كانوش مصنفين. وصلوا فاينل. ما يعني وصلوا فاينل. فلامينجو البرازيلي بطل ساوث امريكا الجنوبيه، واوكلاند سيتي اللي هو بطل الاوكيانوس. هو كل سنه اوكلاند سيتي ده الراجل ده بيلعب لوحده. وبطل اسيا لسه لم يتحدد بعد. فباذن الله ان شاء الله نتمنى ان ما يبقاش فيه تغيير في اللوائح، والنادي الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه، لان ملوش طعم كاس العالم للانديه. بيحب النادي الاهلي صح، بيحب البرونزيه. احنا عايزين دلوقتي الفضيه، عايزين الاكتر ان شاء الله. فضية ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء شريف، ما هو كابتن شريف خلص ايه ده مالش حاجه، ما هيرجع لك تاني. والله انا كنت بتكلم على الموضوع كاس العالم للانديه. اوكي. الوضع الطبيعي ان النادي الاهلي هو اللي هيشارك باذن الله ان شاء الله. فا الا اذا ايه بقى، ما عنديش فكره. انا كل اللي عارفه ان النادي ان شاء الله يشارك، الا اذا دي ما انا ما اعرفهاش يعني. نتمنى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي هو اللي يشارك في البطوله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، خبر حلو ان النادي الاهلي يشارك طبعا 2023 كمان ممثل عن قاره افريقيا. بطوله مهمه جدا، والنادي الاهلي بقى له كام سنه متعود ان يروحها، فاكيد حاجه جميله ان النادي الاهلي يكون موجود في وسط انديه العالم يعني. سمعني. ده الطبيعي يا كابتن بلال. مش الطبيعي ان النادي الاهلي هو اللي يشارك. انت ليك باع كبير في المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. صحيح. اعتقد الاهلي مشارك 5 مرات اعتقد يعني، او 5 مرات تقريبا يا كابتن، او 6 مرات. لا ممكن يكون اكتر. 7 مرات منهم 3 مرات احنا رحنا 3 يا جوزيه بس برونزيه، واخدين 3 برونزيه و3 برونزيه مصبوط. يعني وكنا يعني البطوله اللي اعتقد اللي فاتت او اللي قبلها كنا ممكن نصعد للفاينل فيها يعني. وكان هيبقى برضو من ضمن الانجازات اللي انت بتعملها في البطوله. احنا ما وصلناش لاكبر انجاز ان احنا نوصل للفاينل، ولكن يعني الاهلي قادر يعني باذن الله. يعني قبل كده مازيمبي عملها، الرجاء برضو وصل وعملها للنهائي. احنا دايما سباقين خد بالك للانديه الافريقيه، احنا دايما النموذج اللي بيحتذى به بالنسبه للانديه الافريقيه، النادي الاهلي دايما هو اللي بيسبق. مزبوط. والانديه بعد كده بتحاول بتحاول تمشي في نفس التراك بتاع النادي. مزبوط. صحيح. فبطوله دي كمان وجود يعني البطوله في المغرب. أي. تمام، جماهير الاهلي في كل مكان. أي. فدايما البطولات دي ما بيبقاش ليها قيمه كبيره من غير دخول النادي الاهلي، لان خد بالك لو انت الاهلي دخل هتلاقي فيه كم جمهور غير عادي موجود في المدرجات يعني. صحيح. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون ممثل لافريقيا ان شاء الله في فبراير القادم في بطوله كاس العالم للانديه. نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مره اخرى مع نجومنا الكبار. انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، ندخل بقى في ماتش النهارده. مواجهه صعبه وتحدي جديد للنادي الاهلي، بيسعى فيه النادي الاهلي لمواصله سلسله الانتصارات وتحقيق الفوز السابع على التوالي والمحافظه على الاعتلاء للصداره ان شاء الله باذن الله رب العالمين. صعب، مواجهه صعبه. لا، في النهارده غيابات وفي النهارده تشكيل، في غيابات. ما احنا لو اتكلمنا عن الغيابات هتلاقي بيرسي تاو اللي هو مصاب. خلينا نتكلم بعقلانيه شويه. انت بتلعب فرقه كويسه قوي. مظبوط. السكواد بتاعها كل خط فيه 2-3 لعيبه كويسين جدا. طيب احنا لازم انت يتقابل الكلام ده بان انت اللي تقدر تفرض شخصيتك انت. ما ده الوضع الطبيعي. ما ده الوضع الطبيعي. بس انك تنفذ حتى لو كان في غيابات، حتى لو انك تنفذ اسلوب الضغط والروح اللي انت بتلعب بيها ده سلاحك. في اي مباراه انت هتلعبها لاخر الدوري، لاخر افريقيا، هو ده لا تملك غير كده. ايوه. انت عندك تعدد من الوجوه الجديده، احنا بنتعرف عليهم لسه، والمدير الفني بيتعرف عليهم لسه. يعني اي بس خلي بالك انت بتلعب على بطوله وانت النادي الاهلي. عشان كده انا بقول لك كده، لازم تحافظ على عنصرين جامدين جدا. الضغط على الخصم من قدام بشخصيه النادي الاهلي وروحك. مين هيبقى موجود مين مش هيبقى موجود، اديك شايف كل مباراه احنا بنلعبها في عمليه تدوير وعمليه خروج ودخول احد اللاعبين اذا كان مصاب او ايقاف او تغيير جهاز فني ورؤيه للخصم اللي انت هتلعبه. فانت النهارده اللي بتفرض الخصم هيبقى معاك ازاي في الملعب. انت اللي هتسمح للخصم ان هو
يبقى معاك في وسط ملعبك ويستلم سهل ويعمل لك زيارات على منطقه الجزاء بتاعتك ونشوف في الشناوي كتير، ولا انت اللي هيبقى عندك التيمبو والايقاع السهل جدا، الاحساس بتاع محمد عبد المنعم الواثق في نفسه، الباص السليم، الكره الثانيه بتاعتك على طول، بما تقدر تديله مساحه مين هيلعب. احنا ما انا ما يفرقش معايا حسين الشحات، محمد شريف، التغييرات اللي هتخش، اي حد، حمدي فتحي زي ديانج، زي الدنيا كلها قريبه من بعض جدا. ولكن الاسلوب والشكل، وانت داخل تعمل ايه النهارده؟ داخل انا بنفس المفهوم اللي انت قلت عليه، انا البطل، الاهلي القمه، الاهلي القمه النهارده اللي هم الثلاث نقاط، نلعب كويس بقى، ها؟ نلعب نص نص رغم الاصابات واحنا متاثرين بالغيابات اللي هتحصل، دي قصه ثانيه مالناش دعوه بيها، غير ان احنا بنحافظ على ان السكواد بتاع التهديف بتاعي يبقى جيد جدا. الفرص اللي تجيلي اذا كان من الاطراف او من العمق او من تصويبات او من جميع فنون اللعبه لازم يكون عندنا النيرف بتاعها جدا، عندنا التركيز للمباراه تخلص في اول هاف تايم، مش عايز اقول لك في اول ربع ساعه، في اول ثلث ساعه، طول ما انت بتلعب فرقه بتخش معاك في الجيم وبتوصلك للشوط الثاني وبتوصلك للتوتر وبعدين توصلك انك انت تلعب وتلعب باتنين فراوده بعد كده، وبعد كده تلعب فاتح الخطوط كلها، وبعدين تجي لك كونتر اتاك يقدر او الكونتر اتاك يقدر ياذيك في اي حاجه والكلام من ده، يبقى انت النهارده عندك خلل معين. يبقى نرجع تاني للكلام، روحك وشخصيتك هي وسهوله اللعب هي اساسك النهارده في الاستحواذ وفي تطوير المكسب باذن الله للثلاث نقاط اللي هو اللي احنا بنبحث عنه ونعدي الشكل اللي جاي ده. صحيح باذن الله. طيب مظبوط كابتن علاء. كابتن شريف اتكلم على عمليه التدوير، بس انا عايز اسال سؤال بالنسبه لعمليه التدوير اللي بيتكلم عليها الكابتن شريف. لو انت ماشي كويس بالتشكيل وما عندكش لا قدر الله حد مصاب، يعني التشكيل ماشي وبيكسب، عندك الفرقه، التغييرات هتكون في نطاق ضيق طبعا. المفروض اللي هو لا قدر الله مصاب هو اللي يبعد ويخش حد تاني، هو عنده ايقاف، ده الوضع الطبيعي. طيب الطبيعي النهارده ان احنا مثلا نلاقي تغيير في الجزء بتاع او حته راس الحربه بتاعت بيرسي تاو، ولا ممكن نلاقي اكتر من تغيير؟ لا تلاقي تغيير في بيرسي تاو طبعا، ده اكيد. ممكن تلاقي تغيير في نص الملعب، ممكن بس انا بالنسبه لنص الملعب كنت دايما بقولها يا ايمن ان الثلاثه اي اثنين فيهم موجودين انا بالنسبه لي كافي جدا. بس خلي بالك كابتن، ماتش النهارده نص ملعب ماشي، انا على فكره هو مش ماتش النهارده، وكل ماتشاتك دايما نص ملعبك لازم يبقى، لا انا قصدي عشان انا فاهم انا فاهم طبعا المنافس بتاعك اكيد قوي جدا، فانت محتاج نص ملعبك يبقى مقفول كويس. لكن هو عامه نص الملعب حمدي فتحي مع السوليه، السوليه مع ديانج، ديانج مع حمدي فتحي، التلاتة كل فيهم مميزات ممكن يعني تحافظ على سيطرتك في نص الملعب. انا دايما بقول ان التلاتة دول يعني بصراحه التلاتة افضل تلاتة في مصر، افضل تلاتة في مصر. اي اتنين بيلعبوا على حسب المهام اللي بتطلب منهم بيقدر ينفذها كويس قوي وما عندكش مشاكل خالص. لكن هي المشكله مش نص ملعب بس، هي مش اتنين بس، المشكله دايما زي ما بقول لك انا الاتنين واللي قدامهم والمساعده وكده، لكن والطرفين طبعا. لكن دايما انت عايز حد واقف على ارض صلبه في نص الملعب، حد مجهوده كويس قوي دايما بياخد الكره الثانيه، واذا كان السوليه واذا كان حمدي فتحي الاثنين اقوياء جدا في الحته دي، ويمكن حمدي بيتفوق على دي في دي على السوليه، لكن السوليه بقى عنده مهمه ثانيه غير حمدي. عشان كده مش لازم الاثنين يبقى شبه بعض في نص الملعب، لازم يبقى واحد غير واحد. لكن بتطلب فيهم دايما الحاجه الاهم ان هم دفاعيا اقوياء جدا، المهام الثانيه لكن لازم يبقى دفاعيا كويس، عشان انت دايما بيهمك اللي بيميز النادي الاهلي او الفرقه الكبيره دايما ان هو استحواذه على الكره الثانيه، الكره الثانيه بتديك تفوق يا ايمن مش طبيعي، لانك بتروح على مساحات وعلى فراغات وعلى وقفات كلها غلط. طيب نقول تشكيل النادي الاهلي النهارده باذن الله هيبقى محمد الشناوي حراسه المرمى، ظهير ايمن اكرم توفيق، ظهير ايسر علي معلول، وثنائي قلبي الدفاع محمود متولي ومحمد عبد المنعم. ثنائي خط الوسط الدفاعي حمدي فتحي وعمرو السوليه، ورباعي المقدمه شادي حسين، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه ومحمد شريف. قولها مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسه المرمى،
اكرم توفيق، ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، ثنائي قلب الدفاع محمود متولي ومحمد عبد المنعم، ثنائي خط الوسط الدفاعي حمدي فتحي وعمرو السوليه، رباعي اللي قدام شادي حسين طرف ناحيه الشمال، حسين الشحات ناحيه اليمين، في القلب محمد مجدي قفشه ومحمد شريف كراس حربة كابتن اسامه. اكتر من تغيير، توقعنا تغيير او اكتر، بس هنا انت بتتكلم على تغييرين ثلاثه. لا مش تغييرين، ست تغييرات. لا لا بالخط القداماني في قفشه بادئ، محمد شريف بادئ، شادي بادئ، حسين الشحات بادئ، بنتكلم على اربعه. اربعه وحمدي ورا متولي وحمدي فتحي. ما عندكش ديانج كمان. لا ما هو ملاعب النهارده حمدي فتحي بادئ بيه. فانت بتتكلم عن رباعي المقدمه كلهم متغيرين، واثنين ورا، محمود متولي بيرجع لمكانه الطبيعي مكان ياسر، وحمدي فتحي بيلعب على حساب اليو ديانج. بص هو محمود متولي واضح ان الراجل كان بادئ بيه واصابته هي اللي بعدته ولعب ياسر، وحتى الماتش اللي فات ويمكن انا كنت مختلف في الحته دي شويه وغير ياسر في الدقيقه 63 تقريبا ونزل محمود متولي، لكن خلاص محمود متولي لعب حوالي نص ساعه في الماتش اللي فات وهو طبيعي بالنسبه للراجل هو الاساس، فخط الظهر ما يعتبرش فيه مشكله. هديجي لعمرو السوليه وديانج، صحيح اي اتنين فيهم بيلعبوا، ولكن ديانج كان متفوق في الفترة الأخيرة فبرضه، لكن تغييرة برضه كنا متعودين عليها حتى مع موسيماني، وكان بيلعب ساعات عمرو وفتحي، فتحي وديانج ديانج وسوليا. هو تغييرة الرباعي الأمامي هما مش جداد، يعني حسين الشحات فترة كان أساسي، قفشة وشريف أساسا بيلعبوا كتير أساسيين وإحنا كنا بنطالب بيهم وبنقول إن قفشة يبدأ في رقم مكان 10 دوت، وشادي حسين ناحية الطرف. إحنا قلنا شادي حسين بيلعب أكتر في رأس الحربة لكن أحيانا بيلعب طرف، ولكن هو ليه أسلوب في الطرف مختلف عن أحمد عبد القادر. مظبوط، أحمد عبد القادر عنده الانطلاقات اللي هي بتاعت واحد ضد واحد بيقدر يخترق، لكن شادي يمكن بيميل ان يخش جوه القلب كراس حربه. والمشكله بس في المواقف الدفاعيه بقى، هل يرجع يسند مع معلول ورا والجزئيه ديت، بس دي هتبقى مهمه عمرو السوليه وحمدي فتحي لازم ياخدوا بالهم منها. فهي في عرف الكوره ست تغييرات كتير مره واحده، ولكن معظمهم اساسيين، معظمهم لعبوا كتير، معظمهم مش غراب على الفرقه، فمش هتأثر كتير على الأداء الفني، ولا ممكن تأثر على انسجام. بص ممكن تأثر بصورة إيجابية، إنها هتدي روح إن عايزين يثبتوا نفسهم اللي هما ما بيخلوش بيلعبوا. يعني إحنا قلنا قفشة الماتش اللي فات واضح من ملامحه، وحتى لما جاب الجون ما جريش، لما لعب الكرة بتاعت الجون ما جريش، وواضح إنه زعلان. فالنهارده طب أنا بتلعب، أنت بتلعب أهو، فممكن يموت نفسه. يعني هتدي له دافع إنه لا انا اللي لازم اخد المكان ده. نفس الشيء شريف، حسين الشحات، نفس الشيء لحسين الشحات، شادي نفس الشيء لحمدي فتحي اللي بقى له ماتشين كانش بيبتدي. هي هتدي دوافع ايجابيه من الجزئيه دي، ولكن هل الانسجام بقى انه الفرقه بتلعب بشكل معين وبتكسب وماشيه، هتبقى ماشيه من الاول ولا هتاخد وقت شويه قبل ما تتظبط؟ لكن انا ما اعتقدش ان هي فيها مشكله، لان دول معظمهم لعيبه خبرات واساسيين. ارجو ان شاء الله ان يكون يعني الراجل عمل الصواب، وبعدين هو معاه برضو دكه بدلاء يقدر يغير منها في اثناء اللقاء. لكن هي المشكله انه 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 فرقه فيوتشر ما عندهاش خوف قوي، يعني انت معظم الفرق همها ان ما تتغلبش بالنادي الاهلي. خلي بالك هو مش هيلعب على المركز الاول، هو مش لا لا لا، بس هو على الاقل بيحافظ على وجوده في المربع الذهبي. هو تكوينه، هو تكوينه، بص ايمن، تكوين فيوتشر، اللعيبه، تكوين بيراميدز، تكوين سيراميكا كليوباترا، تكوين البنك الاهلي، تكوين الاتحاد السكندري، دول تقريبا ويمكن المصري شويه، تقريبا دول هم اكتر ناس يقدروا يلعبوا على المراكز اللي هي الثالث والرابع، يعني غير الاهلي والزمالك اللي بيحاولوا المركز الاول. ففيوتشر بقاله ست ماتشات ما بتغلبش، عنده اربع فوز واثنين تعادل،
فما عندوش تخوف قوي انه لو خسر من الاهلي فممكن يبقى جريء شويه في التلت الامامي يجازف. يعني فهي دي بقى اللي لازم يبقى فيها تركيز شويه. هو اصلا ما بيلعبش لعب مقفول، هو بيلعب جيم مفتوح. لا وخاصه انا بقول لك انه النتائج اصلنا مثلا مثلا سيراميكا، سيراميكا مثلا نتائجه كانت سيئه الفتره اللي فاتت في تخوف. مثلا المصري نتائجه وحشه ممكن يبقى في تخوف. الاتحاد السكندري لما جه لعبنا كان خسران ماتشين قبليها ممكن يبقى في تخوف. عكس المحل لما جه لعب الاهلي، عكس المحل المحل كان مفروض انه كسبان بس ما كانش فيه لخبطه. انا اقصد ان المكاسب اللي فاتت دي ممكن تخليه النهارده جريء يعني يحاول يهاجم ويحاول. فهي برضه عايزه تركيز من حمدي فتحي ومن عبد المنعم ومحمود متولي ياخدوا بالهم في الهجمات اللي ممكن تبقى علينا يعني. طيب كابتن بلال، تشكيل النادي الاهلي انت ما كنتش تتوقع كميه التغييرات ولكن عايز رايك فيه. شوف لو هو التغييرات في اطار ان الفرقه هتلعب كل 3 4 ايام ماتش يعني فده بس يبقى اقف اقف معاك هنا ومعانا كباتن كبار. انا عايز اسال سؤال بس، هو انت لما بتبقى في بدايه موسم كويس، بدايه موسم وبنتكلم على ماتشات كل 3 4 ايام او كل 4 5 ايام، الوضع الطبيعي ان انت بتعلى فنيا وبدنيا مع كل مباراه، ولا الوضع الطبيعي ان يكون عندك اجهاد ونزول في المستوى الفني وبالتالي تجهد بدنيا؟ لا الطبيعي انك لياقتك بتزيد. طب قبل ما اسمع اجابتك كابتن اروح لزميلي فاروق صلاح من ملعب الاهلي واتعرف منه على ايه بقى قبل انطلاق المباراه مباشره، نشوف جو المباراه، الجمهور، استعدادات الفرقتين مع فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق. طبعا برحب بيك يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك وكل التحيه لكباتن مصر كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، الكابتن احمد بلال. واسمح لي في البدايه كابتن ايمن اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وعبال يا رب مليون سنه وسنه سعيده عليك باذن الله، ويعني تبقى سنه سعيده ايضا على كل جماهير النادي الاهلي. خلاص قبل انطلاق مباراه الاهلي وفيوتشر في الجوله السابعه، عايز اقول لك وسط اجواء حماسيه من جماهير النادي الاهلي اللي بدات يعني تبقى موجوده منذ الساعات الاولى لهذا اليوم، مع برضه في يعني في سهوله وفي تيسير من الجانب الامني والتنسيق لهذه دخول الجماهير، السماح للجماهير بدخول بعض الادوات اللي بيستخدموها في التشجيع للنادي الاهلي. خليني اقول لك برضه يعني كان في حاله من التاخير شويه بالنسبه من كلا الجهازين لتاخير اعلان التشكيل الخاص بهذه المباراه سواء من جانب فريق الفيوتشر او النادي الاهلي. عايز اقول لك يعني مستر مارسيل كولر اعلن التشكيل زي ما حضرتك استعرضت، لكن خليني اقول لك البدلاء النادي الاهلي في هذه المباراه ياسر ابراهيم واحمد عبد القادر، برونو سافيو، علي لطفي، حسام حسن، كريم فؤاد، محمد هاني، محمد فخري، واحمد نبيل كوكا. لدى وصولنا الى ملعب اللقاء طبعا لقاءات وديه وجلسات ما بين افراد اللي يعني اللي كانوا عاملين الموجودين في النادي الاهلي واللي انتقلوا الى نادي فيوتشر سواء مروان محسن، سعد سمير. خليني اقول لك برضو ان يعني حاله من الود في ما بين الفرقتين بيشهدها استاد الاهلي والسلام. عايز اكد لك على بعض الامور بجانب الكابتن علي ماهر اللي عنده مجموعه من الغيابات ممثله في ناصر ماهر واحمد عاطف ومحمود مرعي وبلحه، اتكلم مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه زي ما كابتننا استعرضه. هي مباراه ما بين اقوى خط هجوم النادي الاهلي برصيد 13 هدف في مواجهه اقوى خط دفاع فريق فيوتشر اللي استقبل هدف وحيد. الاجواء الجماهيريه زي ما حضرتك سامع الجميع النهارده ان شاء الله يبشر بمباراه نشوفها على نطاق فني رائع يستمتع بها كل الموجودين في الملعب، وان شاء الله يكون معاه الفوز لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. كابتن ايمن انا موجود معاك يا كابتن ايمن وموجود مع كابتننا لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا يا فاروق وكل سنه وانت طيب، بس انا عيد ميلادي كان من اسبوع يا فاروق. كل سنه وانت طيب. طيب فاروق قال لنا احتياطي النادي الاهلي النهارده هيبقى علي لطفي حارس المرمى، ياسر ابراهيم، احمد عبد القادر، برونو سافيو، حسام حسن، محمد هاني، محمد فخري، كريم فؤاد، واحمد نبيل كوكا. كابتن بلال ارجع لك تاني في السؤال، المفروض واحنا في بدايه الموسم يكون عندك ماتشات كل 4 5 ايام، المفروض ان انت بتعلى ماتش عن ماتش في الاداء الفني والاداء البدني. طيب لما بنخش في النص الثاني او الثلث الاخراني ممكن تعاني شويه من ضغط المباريات، انما في البدايه هل انت بتعاني من الضغط دوت معاناة سلبية، ولا المفروض ان انت بتعلى مع كل مباراة؟ لا بص يا كابتن، هي تفرق، بس هي تفرق بلعب كل قد ايه،
كل اربع ايام يعني. انا النهارده بلعب كل ثلاث ايام مباراه يعني في البري سيزون يعني، تمام، بعمل ماتشات وديه وبتاع مش عارف ايه، فده بيزود معدل البدني يعني. ماشي. لكن انا دخلت جوه السيزون وبقالي يمكن شهر ولا شهرين شغال، تمام، بلعب يعني، وهاجي كل ثلاث ايام وهعمل ماتش. لا، كل ثلاث ايام هعمل ماتش، لا كل اربع خمس ايام، كل اربع، حتى كل اربع ايام مباراه يعني. ممكن في بعض الاوقات ياثر سلبا على بعض اللعيبه، على بعض اللعيبه، مش كل اللعيبه، لان انت خد بالك انت في عندك لعيبه ممكن تبقى كانت مصابه ورجع. ماشي. وعندك لعيبه ما كانتش بتلعب بشكل اساسي. ماشي. وعندك لعيبه ممكن يكون عندها يعني، عن اللعيبه مش كلها اللي ابتدت معاك من اول السيزون مكمله معاك على طول. ماشي. مش في لعيبه اتصابت ودخلت، بس انت عندك البدائل لان انت الكبير، انت النادي الاهلي. ماشي كابتن، ما هو انا كراجل مثلا، انا كبديل ما بلعبش بقالي 10 ماتشات، اكيد المعدل البدني بالنسبه لي مش زي معدل البدني وضع طبيعي اللي باقي اللعيبه. طب طبيعي. انا اتصبت نفس الموضوع. ماشي. تمام، المعدل البدني مش زي المعدل البدني بتاع اللعيبه اللي اشتغلت. ماشي. على طول. ماشي. انما الطبيعي طبعا انك انت في بدايه السيزون ده انك تلعب كل اربع ايام ماتش او كل خمس ايام يزود من لياقتك البدنيه. كويس. النهارده بالنسبه للتغييرات زي ما بقول لك كده، هل المدير الفني ممكن يكون خايف على بعض الاجادات يعني، خايف من بعض من الاجاد على بعض اللعيبه فمريحهم؟ الا بس خلي بالك ديانج مش موجود حتى في الاختيار. اه مش موجود في الاختيار. انا كنت عامل على الاختيار. يبقى ده بلال، انا اسف بس حضرتك حاجه. اتفضل. انا اي حاجه يعملها الا في ياسر ابراهيم اللي هو خرج ده. يعني محمود متولي جاي من اصابه وكده، لازم يتدرج. المره اللي فاتت خد شويه، المره اللي بعدها ياخد شويه. انما انك انت بتحط في مباراه زي دي محمود متولي يا كابتن بلال، بس خد بالك محمود هو اللي كان الاساسي يا كابتن. وراجل جاي من اصابه. بعض المدربين يا كابتن شريف يقول لك ايه دلوقتي؟ مين لو سليم انا قناعاتي اكثر بمين؟ بحمله الكلام اللي انت بتقوله. الحاله البدنيه، الشكل الطبيعي بتاع ياسر ابراهيم، وعنده حاله نفسيه وجايب جول يعني، وهياخد محمود متولي، مش هياخد. فاعتقد هي دي بس الحته اللي انا استغربتها. في بعض المدربين يعمل ايه؟ بعض المدربين يقول لك ايه؟ طب انا ياسر اداني، لا هكمل بياسر ابراهيم. في مدربين يعني انا قناعاتي الاكثر او اللعيب اللي كان اساس بالنسبه لي واصبع عنه، فبالتالي ده هو بالي زي كده متولي وزي ياسر يعني. ياسر لعب وجاب جول والفورمه جيده مثلا يعني، لكن هو بالنسبه له الاساسي متولي. بالتالي هو لاعب، هو النهارده بيحط متولي عشان هو ده كان اللعيب الاساسي، او هو القناعات الاكبر بمتولي، او هو ده اللي بينفذ له الاستراتيجيه بتاعته يعني. انا كمدير فني النهارده انا شايف مثلا يعني، انا كولر بيعتمد على ان هو بيبني الهجمات، فبالتالي هو بيقول لك لا متولي كوره ممكن يكون كورته اعلى من ياسر شويه، ممكن ياسر يكون اجريسيف، تمام، قوي، لعيب يعني التدخلات بتاعته قويه جدا، لكن مثلا متولي لا، لعيب كوره بيحضر بيستلم بيسلم يعني، بيقدر يساعد الفرقه في بناء الهجمه. ممكن دي مدرسه ودي مدرسه ثانيه. ممكن كابتن اسامه ما يبقاش عنده قناعات بالحته، يقول لك لا انا عايز لعيب سنتر باك قوي، بس قوي بيمسك كويس وسريع، ومش مهم عندي حته ان هو ايه، بيدافع. مدارس يعني، مدارس يا كابتن. بالظبط. لكن النهارده هي بس زياده شويه يعني، التغييرات التغييرات زياده شويه قدام فرقه برضو قويه، مش فرقه ضعيفه، فرقه قويه جدا. فيوتشر دي اعتقد هي ثاني الدوري، هي ثاني الدوري العام، رابع الدوري، رابع الدوري، الرابع. النهارده انت بغير شادي حسين بتلعب في مركز مش مركزه. خد بالك، هي دي الاهم بالنسبه لي يعني، هو دي البوينتس المهمه بالنسبه لي اللي انا بتكلم فيها، ان انت النهارده التغييرات بتاعتك ممكن تكون مش يعني فيها شويه يعني مش عايز اقول لخبطه، بس يعني ايه يعني تغييرات فكريه من وجهه نظر المدير الفني. النهارده شادي حسين بيلعب في مكان مش مكان، تمام. هل شادي بيجيد اللعبه في الحته دي زي عبد القوم؟ قعد عبد القادر بره احتياطي، تمام. اي حمدي فتحي بقاله فتره كبيره جدا ما بيلعبش. بص، هو شادي كان مجدي قفشة برضه بيلعبها في سيراميكا احيانا، كان بيلعبها في سيراميكا. لا كابتن، بص انت بتلعب فرقه قويه، تمام. هل انت النهارده مثلا هيتحمل المدير، هو المدير الفني هيتحمل طبعا لا قدر اي خساره او اي نتيجه، لا قدر ان شاء الله باذن الله نكسب بإذن ويعني ويبقى هو مثلا افكاره كانت جيده، لان احنا خد بالك بنتكلم طبقا للي احنا بنشوفه، او طبقا للي احنا متعايشين عليه، او طبقا لفرقه النادي الاهلي، تمام، والمباريات اللي لعبوها والامكانيات اللعيبه وقدراتهم ومدى جاهزيه كل لعيب. احنا بنتكلم بناء على اللي احنا بنشوفه، لكن انت احيانا الماتشات بتبقى مختلفه يعني. ممكن النهارده مثلا يبقى دي اوف بتاع فيوتشر مثلا، فتنزل تعمل ماتش جامد جدا، وانت النهارده تركيزك يكون عالي جدا جدا زي الماتشات اللي فاتت، تبتدي تضغط فتحط فيوتشر فتجيب جول في الاول، فالجيم يتفتح فتعمل جيم
قوي جدا. دي برضو متغيرات صحيح. انت ما بتحسبهاش، بس انت بتبقى بتشتغل على الافتراضي بالنسبه لك. شادي حسين وحسين الشحات هل هم في كامل اللياقه البدنيه بالنسبه لهم؟ ما اعتقدش. وكمان ممكن يكون وجودهم هنا يعني المدير الفني بيفكر بالعكس شويه، طب انا الشوط الثاني ممكن ابتدي بمين؟ الاعب مين؟ مين عندي ممكن يكون قوي يبتدي يعمل خلخله؟ ليه بقى يا كابتن؟ لان انت الماتشات اللي فاتت كلها لو جيت تبص على فرقه النادي الاهلي هتلاقي ان الشوط الثاني انت داون تمام؟ لياقتك بتنزل شويه، المعدل بتاعك بينزل شويه، فممكن يكون هو بيفكر انه يبتدي الشوط الاول ياخد كامل يعني الفول عند كل اللعيبه عشان يبقى عنده لعيبه هي اوريدي اصلا لعيبه اساسيه بالنسبه له فيعمل لك الفارق الشوط الثاني. يعني هو النهارده بيقول لك ايه، لا فيوتشر فرقه قويه. انا لا ممكن الشوط الاول بالمجهود البدني اللي بنعمله نطلع 0-0 فيبقى عند الشوط الثاني ممكن اللياقه البدنيه تنزل فبالتالي ما بقاش عندي اللعيبه اللي تسعفني الشوط الثاني، فممكن النهارده يكون عكسها، لا عايز ابتدي الشوط الاول اخد الكل في الكل من اللعيبه اللي انا ابتديت بيها ويبقى عندي 3 4 لعيبه على دكه البدلاء يعملوا الفوارق الشوط الثاني. فاهم قصدي؟ يعني يعكس النهارده مش يبتدي قوي قوي وبعدين تنزل، لا لان وارد جدا النهارده ما سجلتش اهداف في البدايه وارد. فلو لو رحت للدقيقه 70 ما سجلتش اهداف بالمعدل البدني اللي احنا بنشتغل عليه كل ماتش انك بتيجي بالدقيقه 70 بتبتدي يعني تقل شويه تمام، فده ممكن يشكل خطوره على فايز، فبالتالي ممكن يكون هو ده الفكر بتاعه في الماتش بتاع النهارده. طيب بمناسبه الهدوء اللي بيحصل دايما الماتشات اللي فاتت كابتن شريف، قلنا ان احيانا نتيجه المباراه والخصم الشوط الاولاني ما بيدركش لحق ان هو كمان ممكن يخش معاك في جو المباراه، فدي بتاثر شويه على فكر اللعيبه، فالريتم بيهدى شويه، احنا طبعا مش عايزين كده. النهارده في نقاط قوة كتير جدا 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 في فرقة فيوتشر، وخصوصا في نص الملعب وعلى الأطراف. يعني مثلا عندهم جوناثان ظهير أيسر يعني يقرب شوية من علي معلول، وظهير أيمن وعنده علي. وعنده لا بس علي ما بيزيدش شوية، بس عمر كمان لو لعب بياخد الحتة دي كويس قوي. عندهم محمد رضا في نص الملعب، وعندهم غنام محمد، عبد الكريم الوادي، عندهم عبد الكريم الكبير الوادي، وحاج باري اللي هو من أفضل رؤوس الحربة استخداما لدماغه في الكور العاليه، ولعيب كويس على الجول، دريبلر 10 على 10 بيلعب لو عمر كمال ما لعبش، مصطفى البدري لو ما لعبش عمر كمال بيلعب بالبدري. طب بص ازاي هيتعامل مع نقاط القوه دي مستر كولر؟ بص هقول لك على حاجه، لو الاهلي نزل وهو حاسس انه يكسب المباراه دي في اي وقت هي دي المشكله. لو الاهلي زي ما قال لك بلال كده وزي ما انا قلت في الاول هننزل حاطين روحنا وحاطين الضغط وحاطين الامكانيات اللي هو بيراهن عليها الهجوميه بتاعت شادي ومحمد شريف وحسين شحات واستغلاله عن طريق قفشه، والشكل الدفاعي بتاع حمدي فتحي وعمرو السوليه يقدر يوقفك على رجلك النهارده، هتصد كل الكلام اللي انت قلته نقاط القوه، نقاط القوه اللي هي موجوده فلس. وانت حالتك انت اللي بتخلي محمد رضا ده حالته كويس، شكل الفرقه الثانيه عبد الكريم الوادي بياخد وبيستلم وبيعدي عند كبير ليه حاله ايه أي. حاله اكرم أي. علي معلول النهارده وشكله وعرضياته وكلام واستغلال الفراوده اللي انت بتستغلها النهارده وتضع ثقتك فيها، هي دي الجواب على كل اللعيبه الكويسه اللي موجوده. انت هتقابل النهارده لعيبه وخاصه في اول مباراه، يعني بلال بيقول لك احنا ممكن نوصل للشوط الثاني عشان نحرز اهداف، لا انت بس محتاج تستغل اقل الفرص اللي بتجي لك ان عندك لعيبه هدافه. انت النهارده الراجل بيراهن على شادي محمد شريف وحسين الشحات وقفشه كويس، دول كل دول هدافين صحيح، يعني مش محتاجين ان انت هتقول لهم لا العبوا ازاي، لا 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 ده كل واحد عنده في امكانياته، كل واحد عنده شخصيته، واللي مطلوب منه كمان انه يثبت نفسه النهارده. انا الحاله الوحيده اللي خايف عليها بس محمود متولي ان يكون الماتش ده ضغط على عضلات رجله على الحاله البدنيه بتاعته، وهيبقى مجهود زايد مش عايز اخسره تاني لا قدر الله يحصل ان شاء الله ما يحصلش. انا باذن الله كابتن علاء تتوقع بدايه الشوط الاول تبقى ازاي؟ بدايه طبيعيه، النادي الاهلي عايز يمتلك الكره، عايز يبدا هو دايما مبادر، لكن اللي انا بس بحذر منه ممنوع المساحات نص الملعب. فيوتشر عنده نص ملعب لعيبه كويسه، بيعرف يستلم الكره كويس قوي، عنده جبهات بتشتغل كويس، انا علي بيحب يشتغل على الجبهات وبيستغلها كويس قوي، اذا كان باسم ولا مع عمر كمال الاثنين بيعملوا جبهه ناحيه يمين كبيره جدا. عبد الكريم الوادي عنده دليفري كويس، بيعرف يقطع مسافات كويسه جدا بالكوره، ولاعيب خطر بيعرف يجيب جول.
عشان كده بقول لك انا يعني النهارده النادي الاهلي المساحات كانت موجوده المباريات السابقه مش مسموح بيها النهارده، لان النهارده فيوتشر عند نص ملعب كويس، يعني تشكيل النهارده على ورق جاي 4-4-2 على ورق، يعني 4-4-2 جوزيف جوناثان، علي الفيل، سعد سمير، باسم علي، رباعي خط الوسط عبد الكبير روادي، محمد رضا، بوبو، غنام محمد، عمر كمال، وثنائي المقدمه عمر السعيد وحاج باري. طيب هو النهارده بيلعب 4-4-2 كل التفوق عنده في الاربعه اللي في نص الملعب الاطراف، يعني لسه كنت بقول لك علي بيعتمد على الاطراف كويس قوي، فلو بصيت هتلاقي جونسون مع عبد الكريم الوادي في جبهه، والجبهه الاخطر باسم مع عمر لان الاثنين بيعرفوا، يعني كل واحد بيعرف يلعب مكان الثاني كويس، يعني حتى لو باسم هو اللي كمل هجمه عمر بيقف مكان باسم كويس قوي. محمد رضا بوب من لعيبه الكره الممتازه اللي بتكلم عليه بقالي يعني سنين، لعب كرة كويس جدا، كل كرة بتطلع من رجليه بتصرف كويس قوي، لعيب خطر ما تدلوش مساحات. لكن وحاج باري وعمر السعيد اثنين مولئين جدا بيلعبوا دماغهم كويس قوي قوي، واضح ان علي النهارده اعتمد على الكرة العرضية، خصوصا ان في اثنين راس حربة بيلعبوا دماغهم كويس قوي، مميزين في الكرة العرضية سواء عمر السعيد او حاج باري. هو علي النهارده خلاص قرر طريقة لعبه ان هو يستغل الاجناب كويس قوي، وعنده اثنين بيلعبوا في مركز راس الحربة بيلعبوا دماغهم كويس قوي، عشان تستغل الاثنين دول كويس لازم تلعب كره عرضيه كتير، عشان كده النهارده لازم الاطراف تقفل كويس قوي النهارده. صحيح. طيب كابتن اسامه اتكلمنا على نقاط القوه في فيوتشر، ولكن اكيد عندهم نقاط ضعف بالرغم ان هم داخل فيهم جول واحد، انما هم عندهم خلل وارتباك شويه في قلب الدفاع بالاشتراك مع محمود جنش، ازاي النادي الاهلي يستغل نقاط الضعف في فيوتشر النهارده؟ اولا النادي الاهلي هيلعب باسلوبه اللي هو الضاغط من البدايه، ومستر كولر من ساعه ما جه بيلعب بهذا الاسلوب، يعني يمكن شفنا المديرين السابقين زي موسيماني وقبله وبعده كان ساعات في بعض المباريات ممكن يلعب متأخر شوية ويدي المبادرة للفرقة التانية في الاستحواذ وكده، بعد كده يفاجئهم بهجمات مرتدة. لكن واضح ان مستر كولر من ساعة ما جه بيلعب بأسلوب ضاغط من بداية اللقاءات كلها، بيحاول يغلط الفرقة اللي قدام في الثلث الأخير، فلازم يستمر على الأسلوب ده عشان يحصل لخبطة بين سعد سمير وعلي الفيل. ولكن المشكلة اللي هتواجه النادي الأهلي شوية هو النهاردة قافل الجناب كويس، هو عارف إن علي معلول نقطة قوة عند النادي الأهلي، حاطط عمر كمال وباسم علي، ايا كان مين فيهم اللي هيلعب ورا ومين اللي هيلعب قدام، لان زي ما علاء قال ساعات عمر كمال هو بيبتدي ظهير ايمن وباسم علي بيبقى قدامه، وبعدين ساعات باسم علي بيبقى ظهير ايمن وعمر كمال، ولكن قدامه. عمر دايما اللي هو متواجد في نص الملعب الامامي دايما او في معظم الاحيان، بس هم لاعبينها دي عشان علي معلول. ايوه ما طبعا ما انا بقول لك عشان يوقفوا الجبهه بتاعت علي معلول وكمان يهاجموا من ناحيتها. الناحية التانية برضو عنده جوناثان وعبد الكريم الوادي، عبد الكريم الوادي سريع جدا، وجوناثان من الباكات الليفت الكويسة في الدوري المصري زي علي معلول زي ابو الفتوح، يعني من الباكات اللي في الدوري مميزة. يعني المشكلة كمان اللي ممكن تواجه النادي الاهلي هو بيلعب بحاج باري وعمر السعيد قدام، عمر السعيد راس حربة يعني مش ما بيعرفش يلعب على طرف، ما بيعرفش يلعب لتحت، لكن واضح ان حاج باري هو اللي ممكن يبقى تحتيه ومتحرك، ممكن يبقى تحتيه شويه. لكن المهم انه شريف وشادي حسين والشحات يستغلوا اي مساحه بين سعد سمير وباسم علي اللي هي اللي بين الباك والمساك، والناحيه الثانيه بين علي الفيل وجوناثان اللي هي التحركات القطريه اللي في ظهر السردباكين، دي ممكن نقط تكون نقط ضعف تفرق كتير جدا معانا. لكن مشكلة هتواجه شوية الجانب اللي فيه علي معلول ان شادي حسين في وجود باسم علي وعمر كمال لابد ان ياخد باله انه لازم يساند علي معلول، لان علي معلول بنحتاجه كتير في النواحي الهجومية، فشادي في احيان لابد ان يسانده في ما يضمش قوي مع شريف ويسيب الطرف خالص لمعلول. صحيح. طيب كابتن بلال ممكن نشوف اهداف مبكره النهارده ان شاء الله من النادي الاهلي؟ لو هنلعب بنفس الاستراتيجي ممكن نشوف اهداف، يعني ضغط النادي الاهلي في بدايه الماتش، الروح القتاليه العاليه، التنظيم اللي احنا شفناه في الماتشات اللي فاتت دي كلها، ده يخلي النادي الاهلي يبقى قريب جدا 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 انه يسجل اهداف النهارده. بس مهم جدا زي ما الكباتن اتكلموا الحفاظ على الحته الدفاعيه بشكل كويس.
انت دايما الماتشات اللي فاتت كلها ايه سبب تفوق النادي الاهلي؟ انه بيلعب في حوالي 30 40 متر تمام، سواء اذا كان وانت بتهاجم او وانت بتدافع. طيب. كمان عرض الملعب مقفول، فالنهارده ما بتديش مساحات للفرقه اللي قدامك. النهارده الفرقه اللي بتلعبها عندها سرعات تمام، وعندها امكانيات وعندها لعيبه عندها مهاره كويسه. اللعيبه اللي عندها مهاره كويسه عشان تقدر تشتغل عليها لازم تقفل المساحات بشكل كويس. صحيح. عشان يبقى يعني لما تيجي ترقص لعيب تلاقي لعيب تاني بيضغط هو كمان. ضغط النادي الاهلي في بدايه الماتش هيفرق معاه كتير جدا 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 باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، التحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.